بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. عندما يكون الصمت طوق النجاة الذي لا يريد البعض أن يلوذوا به. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بك أعزائي المشاهدين، وحلقة تتجدد معكم في ملك وكتابة ولقاء الاثنين. إذا كان الكلام من فضة والسكوت من ذهب، فأنا أعتقد ليتهم يصمتون في لحظة، وإن لم يصمتوا ما هو ساعات تيجي تنطق تورط نفسك. عن مسؤولين في اتحاد الكرة أتحدث، هتيجي في فقرتها رئيس لجنة الحكام، مدير التنفيذي، البعض يتحدثون أحيانا وكأنهم يريدون إثارة المشاكل. إذن هي حلقة فيها الكثير من الرد على من يحاولون إثارة المشاكل، وكله بالصوت والصورة وبعظمة اللسان. حلقة مهمة فيها ستة عناوين. احذروا هذه أسوأ نتيجة إيجابية. لو هو غالي عليك انزل. القط والفار وجهان لعملة واحدة. المايسترو كمان وكمان، والأهلي وإن طال السفر، وأخيرا انقسام وتمرد ورحيل وإيه تاني، كلام كتير. حلقة مهمة، نتمنى أن حضراتكم تستمتعوا بمحتواها كما نتمنى للجميع أن يتسع صدره للحقيقة. الأهلي بيستعد على قدم وساق في عدة اتجاهات، إذا كان على الصعيد التشريعي المهم جدا جدا. النهاردة مجلس الإدارة عقد اجتماع ربما لا يزال مستمرا، ولجنة اللجنة المركزية لإعداد لائحة النظام الأساسي انتهت من صياغة المشروع النهائي في صورته النهائية عشان يكون جاهز للعرض على الجمعية العمومية يوم 28 سبتمبر إن شاء الله يا باشمهندس. يعني المسؤولين عملوا اللي عليهم، الإعلام عمل اللي عليه، المختصون عملوا اللي عليهم. اللي لازم يدخل حلبة التحدي يتفوق على الجميع هم أعضاء الجمعية العمومية. إذا لم تكن الجمعية العمومية للنادي الأهلي صاحبة الرقم القياسي على الإطلاق، سواء في الانتخابات أو العادية أو تنفيذية لأي أحد، يبقى لا يليق. ينبغي أن يعطي أعضاء النادي الأهلي النموذج عندما يريدون أن يقرروا مصيرهم. هذا هو الحشد، وهذا هو الزخم، وهذا هو الأهلي. إذن فقرة مهمة هنستعرض فيها كل ما يجري بشأن لو غالي عليك انزل. لكن كمان الأهلي بجانب هذا الاستعداد التشريعي للحظات مهمة وفارقة في تاريخه، بيستعد فريق الكرة فيه للمباراة المهمة اللي هتكون يوم السبت القادم إن شاء الله مع هوريا كوناكري الغيني في مباراة العودة لدور الثمانية. في جلسة بين النهاردة عقدت بين مسيو كارترون المدير الفني والكابتن محمد يوسف المدرب العام القايم بأعمال مدير الكرة على هامش المران. تحدث كارترون مع يوسف عن ترتيبات المرحلة اللي جاية والمباراة وموقف اللاعبين المصابين. عادي، خبر عادي وفقا لتقارير يعني الطبية عن حالة اللاعبين بالذات. ميدو جابر لعب خط الوسط انتظف التدريبات الجماعية في ملعب التتش، وتعافى من إصابته في العضلة الخلفية اللي كانت أبعدته عن الفترة الأخيرة، واقترب ميدو بنسبة كبيرة من اللحاق بمباراة السبت إن شاء الله. الحمد لله على السلامة ميدو. أنت في لحظة لازم تستمر فيها، بدأت الناس تشوف قيمتك كلاعب، وكان وضع عليك الحماس. أرجو أن تستمر وأن تتطور عشان عندك إمكانيات ممكن تحطك في حتة تانية. طيب، يرجع ميدو يغيب سعد سمير مدافع الفريق، أدى تدريباته في الجيمانيزيوم وفقا للبرنامج العلاجي بعد إصابته في المباراة الأخيرة في العضلة الخلفية، وكان خرج من المباراة مباراة كوناكري مصابا في العضلة الخلفية.
كمان السلية عمرو السلية بيخوض تدريبات تأهيلية في الجيم وبدأ يتعافى نسبيا من شد في العضلة الضامة. عمرو السلية لعيب مهم كان وصل لحالة من الاستقرار الفني والاعتماد عليه في نص الملعب يا باشمهندس. كلها لعيبة وهم في قمة عطائهم أول ما يستوي. وأنا ليا تعليق في هذا الأمر لأن البعض حتى في استوديوهات التحليل بيقول إحنا في أول الموسم هتقعدوا تقولوا لنا الإجهاد والإرهاق. يا جماعة لعيبة النادي الأهلي ما بيفضوش شنطتهم، الشنطة جاهزة عشان ياخدوها من هنا وينزلوا يا طيارة يا أتوبيس يا تمرين، أدي حياتهم. فمسألة الإرهاق بتاع السفر وتغيير المناخ المستمر ده لما يكون هرقل لازم يجي له شد يعني رفقا، ويعني نبقى شايفين الحقيقة، لأن كل اللي بيكلموا كده هم لعيبة كرة عارفين إنه ما يقدرش يسافر وشنطته معاه ويرجع بعدين يقول له 12 ساعة راحة وبعدين تعالى التمرين عشان يروح في مناخ تاني خالص عشان يسافر بأتوبيس ومرة بالطيارة ومرة. هذا هو الإجهاد الذي يتحدث عنه الأهلي والذي أسفر عن كل هذه الإصابات، وإلا يعني الإصابات في بداية الموسم هتيجي إزاي يعني. عموما هي ظاهرة يعني تحتاج فعلا دراسة لأنه هي عدد الإصابات كتير. خلي بالك وتنوع الملاعب ما بين جيدة وما بين صلبة وما بين منداه وما بين غارقة وما بين مليانة فحر، يعني مش معقول. رامي ربيعة نجم الدفاع الغايب من فترة للإصابة شارك في جزء نعمل فخر أسماء مستشفى الآن. محتاجة تتبيع هتبقى ثابتة على فكرة. خلاص إن شاء الله الحلقة الجاية نناقش ظاهرة مستشفى الأهلي، لأنه لما يكون في هذا العدد من الإصابات لازم أن يكون في تفسير. التفسير اللي المهندس عدلي بيقوله تفسير منطقي جدا وواقعي، بس هل الدكاترة يقروا ده؟ أعتقد الأمر محتاج تفسير في الربط بين طبيعة الإصابات. ده بيحصل، ما هو الإجهاد مش جاي نتيجة ضغط المباريات أو الملعب بس اللعب يعني، إنما كل المناخ المحيط بالعملية، لأن أنت زي ما بقول لك عمال بتتنوع في تحدياتك ما بين طقس مختلف ووسائل سفر مختلفة وتحديات وشد عضلي مختلف، فلا طبعا هي ليها تأثير. بس برضو ده لولا ان كارترون بيعمل روتيشن او تداول بيدي فرص للكل كان الموضوع بقى اصعب. صحيح. رامي شارك في جزء، رامي ربيعه في جزء من التدريبات الجماعيه علشان يبدا شويه بشويه يدخل ان شاء الله. الاصابات ما سابتش حتى شريف اكرامي، خرج من التمرين النهارده ما كملهوش عشان عنده اصابه وبيخضع لفحص طبي عشان يشوف راي الدكتور. وناصر ماهر لاعب الوسط او صانع اللعب الصاعد غاب ايضا عن مران اليوم في ملعب مختار التتش، و محمد نجيب المصاب بقطع في غضروف الركبه. الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قال ان الاشعه اللي اجريت لمحمد نجيب اكدت اصابته بقطع في غضروف الركبه. بس انا اعتقد إن لا، دي اصابه خلاص مباشره واضحه. اعتقد ان سعد سمير وناصر مرقد الحق بالمباراه وربما تكون فرصه للتالق جديده. عموما محمد نجيب هو اللي محتاج التحيه، لعيب مخلص، لعيب الحقيقه منتمي منضبط هادي جدا، كل ما بيستعان به في ظرف طارئ هو حاضر عند الطلب ويشارك بمنتهى الجديه والاخلاص. ثم لما الجهاز الفني يشوف رؤيته انه لاعب اخر هيشارك اساسي لا بيتمرد لا بيتذمر لا بيعمل مشكله ولا بيأثر حتى ده على مستوى تركيزه، فباستمرار بتستدعيه بتلاقيه جاهز. فاعتقد هذا نموذج للاعب جاد محترف محترم يستحق التحيه ويستحق ان احنا نقول له الف سلام عليك بعد اصابته بقطع في غضروف الركبه. طبعا هيغيب فتره مش قصيره. لا خلاص على ما يتأهل بتاع انسان حد يعني مش قال من 3 4 اشهر عشان يرجع في الملعب يعني. نتمنى له يا رب ان شاء الله سرعه الشفاء. النهارده الاتحاد السكندري تعادل مع الانتاج الحربي 1-1، خالد قمر سجل للاتحاد ومحمد رجب للانتاج، بتروجيت كمان تعادل مع الداخليه 1-1، حسام باولو سجل للداخليه وجيمس بيكلي سجل لبتروجيت من ضربه جزاء. عايز اعلق على حاجتين. مستمره الان او ربما بدات مباراه بيراميدز مع المقاولين ومصر المقاصه مع حرس الحدود. أن تفقد الفوز في اللحظات الأخيرة هي ظاهرة ينفرد بها تقريباً
الاتحاد السكندري والمقاولية العرب من الموسم الماضي يتقدموا في نهايه المباراه، فدي عايزه تحليل. اثنين، جيمس بيكلي لاعب رائع ومش واخد حقه في الدوري المصري، عنده كل الحلول، هو صانع لعب، هو هداف، هو عقل الفريق، هو محور أدائه، لاعب رائع. ولذلك من سنه كده كان الاهلي بيفكر فيه، ما كانش كان ناس مستغربه، لا ما كانش حياته مستغربه، ده لعيب يقدر ينتج في اي فريق. مباراه بيراميدز مع المقاولين كانت اتعطلت في البدايه، ما بداتش لانه المهندس محمد عادل المشرف العام على الكره في المقاولين اعترض، ومعاه حق الحقيقه، انه اتحاد الكره ما بلغهوش وهو منظم المباراه. بصوا بقى يعني الفوضى، الراجل منظم المباراه، هو صاحب الملعب، هو الطرف الاساسي في المباراه، على حد تاكيد المهندس محمد عادل انه ناديه ما تبلغش مين طاقم الحكام ولا منين في اول الاستعانه بطاقم عربي تونسي، قال ان احنا يا جماعه احنا الطرف الثاني في المباراه، احنا الطرف الاول، احنا منظمين المباراه، يعني مين احنا اللي بندخل الناس؟ يعني انا ممكن ما عنديش اسماء الناس ما دخلهاش. في نقطه اقتصاديه في الموضوع، صاحب المباراه هو اللي بيطلب اذا كان عايز حكم اجنبي ولا لا، وهو اللي بيتحمل مصروفاته مين حسب ما اعلنه كاتحاد. قال لك اللي عايز حكام يجيب فلوس. انت لا، هو جرت العاده ان صاحب المباراه هو اللي بيقول عايز حكام ولا لا. ماشي، في حكام اجانب، وده موقف برضه جديد ولم يعلن، يعني لحد من اسبوع فات كان كلمتي ما تنزلش للارض ابدا، انا على موقفي ما فيش حكام اجانب. وبعدين فجاه بقى الفار، وبقى في حكام اجانب، واللي عايز حاجه يطلبها وتدفع ثمنها. ماشي، كل ده ماشي، بس انك انت الطرف كمان، مش الطرف الضيف ده، الطرف صاحب المباراه، ما يختارش، طب اختاره. ولكن يعني باذن الله الامور هتمشي، يعني المقاولين العرب ماشي باداء جيد، بيراميد بيتطور من مباراه الى مباراه، هيقدم مباراه جيده. طيب، بمناسبه بيراميدز وكمنافس كفريق في الدوري، وفريق في الدوري شأن كل الفرق المصرية اللي بتتنافس بشرف وفي بقواعد رياضية سليمة وعلى النسق الإعلامي أيضا، نادي عنده تجربة، عمل قناة، كل شيء ده حتى على المستوى الإعلامي يحيى ويساند، لأنه مزيد من الإثراء للساحة الإعلامية الرياضية، مؤكد أن ده مصلحة الجميع، ومؤكد في النهاية لمصلحة المشاهد اللي الكل هيتنافس عشان ينال رضاه ويقدم له خدمة إعلامية تناسبه وتروق بيه. لكن اللي أنا مستغرب له الحقيقة، دي قناة نادي زي ما قناة الأهلي قناة نادي، لما قناة الأهلي تطلع تستهدف أي نادي آخر أو تسيء أو تحاول تدخل فيما بين علاقات اللعيبة، يعني ما أعتقدش أبدا أن أنتوا شفتونا في ملك وكتابة أو في أي برنامج من برامج القناة أن احنا بنتكلم على أزمة بين لاعب في نادي الزمالك ومدربه، أو بنصدر مشكلة للاعب في نادي الإسماعيلي مع ناديه، أو بنفتعل أزمة للاعب في النادي المصري مع حسام حسن المدير الفني. ما أعتقدش حد من حضراتكم ظبطنا متلبسين في قناة الأهلي بأي سلوك من هذه السلوكيات، وده خط واضح جدا ومسألة طبيعية. فيما يخص بقى لعيبة النادي الأهلي عند الكابتن مدحت شلبي، مروان محسن الراجل زي اي لاعب بيحتفل بانه بيجيب جون، نشوف الكابتن مدحت وهو تعليقه على مروان محسن ونشوف ده بيحصل ازاي. هنا مروان في اخر مباراه جاب جون، المباراه الاخيره جاب جون، تمام، رفع ايديه الاثنين لفوق للسماء وكانه يحاسب على احد ما، دي حاسبانه اللي قدامي دي، واحد بيحاسب، تقول حاسب مين بقى؟ هل تقصد الكابتن حسام البدري اللي ما كانش بيلاعبك، ولا تقصد كارتيرون اللي ما بيلاعبكش برضه فعلا يا مروان نتيجه ان وجود فيه وليد اثار؟ لا، انا مش عايز منك المشهد ده يا مروان، انت لعيب كبير ولعيب دولي. على فكره المشهد ده هو عمله بعد ما جاب الجون اربع خمس ست مرات في اماكن متفرقه من الملعب.
كله رافع ايديه وعمال يبص لفوق يعني بيحاسبن، يعني حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بدري، حسبي الله يا كارتلو، حسبي ممكن برضه يحاسبن على وليد نظار الله اعلم. ده مش صح. يعني الحكايه كلها انت جبت جول وانت لعيب كبير طول عمرك طول عمرك، وكنت في الاسباني مكسر الدنيا، ونصيبك وده قدر المولى سبحانه وتعالى جات لك اصابه عطلتك عطلتك كتير، قعدت سنه رباط صليبي. خلاص الكره بتمشي واللعيب اللي بيلعب وبيجيب اجوان بتاع لازم يلعب يستمر. فالمطلوب منك ان انت ما تفكرش مين اللي ما بيلعبكش، وكان انت اشتغل على نفسك طول الوقت وما تزهقش. كابتن مدحت رصد الحسبانه من وجهه نظره وابتدى يفسرها، لكن اللي انا اندهشت له انه يقول ولا على وليد ازارو. لا هنا انت في بقى في حاجه غلط يا كابتن مدحت. ممكن يحاسبن على اللي ما بيلعبوش، يحاسبن على اللي ما ادوليش الفرصه، يحاسبن على اللي ظلمه الجمهور اذا كان هاجمه، لكن هيحاسبن على زميله اللي بيلعب عشان متالق اسمها يدعو عليه. فاذا كانت هذه دعوه تبقى مش حاسبانه، اذا كانت حاسبانه خرج وليد ازارو من الحسبه، وبلاش شغل ان اللعيبه مع بعضها يبقى بينها مشاكل، لان انت نفسك في اللقطه الجايه هتقول لنا ترى كان بيحاسبن على مين. يعني انا اعتقد هو مع ده كينو يا جماعه، ده بقى كابتن مدحت بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل في مين بقى؟ يعني بيقولها بالبرازيلي، بيقول ايه بقى كينو ده؟ انا عايز اعرف، يعني عايز اعرف هو بيتحاسب كده ولا بيحاسب؟ بيقول حاسب الله على اداني الفرصه ولا يعني يا جماعه ده بيحاسب على يا جماعه ارجوكم، ده بيعمل ايه بالبرازيلي بقى؟ بيقول ايه؟ اصل دي بالبرازيل معناها الشكر لك يا رب. لكن بالاهلي لما يبقى لابس احمر يبقى بيحاسب في المدرب وفي زميله، وساعات بيطلعوها اشاره غير لائقه، لكنه كده ده بقى بيقول الحمد لله والشكر لله ليك يا رب. ده كده الراجل بيصلي. بس هو ما علقش عليها كابتن مدحت؟ يعني طب احنا لا طبعا يمكن ما شافهاش، ولا احنا من حقنا نقول الراجل كينو ده يا جماعه فكره التفتيش في ضماير الناس عشان اخلق مشكله واضرب بين علاقه لاعب بمدربه. بالمناسبه هو بس حسام البدري كان بيلعبه، حسام البدري ما كانش ضد مروان محسن، وكارتي روم ما هوش ضد مروان محسن، ولا يمكن التاني هيحاسب على وليد ازارو او يدعي عليه. ما حدش وقف لما مروان محسن زي النادي الاهلي ما رجع لدرجه انه عاده الى المنتخب بالظبط، يعني كان ممكن ازارو يستمر وهو مطالب. بس انا في نقطه عايز اعلق عليها، هو كابتن مدحت لسه مش قادر يشعر انه اصبح في قناه لنادي هو ما زال بيتكلم اكنه هو قاعد في الشكل العام ان هو بيقدر يعلق على ده على ده. بس كان ممكن يبقى ده مقبول منه لو كان بيعلق ايضا على القناه بتاعته او على النادي بتاعه، لكن هم ما بيعملش كده. وهو حتى لو يعلق على القناه على النادي بتاعه او القناه بتاعته امر متروك له ومن حقه، لكن فيما يخص علاقات الانديه ببعضيها احنا هنا في ضوابط. هنا هذا اعلام فئوي، رسالته الاعلاميه مختلفه عن الرساله الاعلاميه العامه. هنا في جمهور، هنا في اداره تخصك، هنا في وضع يخص ده، وعلاقات بين الاطراف مع بعضها، خاصة انك مترصد نادي بعينه، خاصة انه الهدف المرصود بشكل واضح جدا هو النادي الاهلي من متر. ما احنا يعني الكلام لازم كل يبقى اسبوع نلاقي حاجة المتر بالظبط. طب هي محاولة تخريب، محاولة وقيعة، محاولة اثارة مشاكل، تصدير ازمات. لا ما اعتقدش ان ده نهج اعلامي يعني يمكن السكوت عليه كتير. بص في ناس تقول لك طب وانت ما تعلقش لانه هو عايز انك تعلق، طب وماله؟ ما هو عايز ان احنا نعلق. هو كابتن مدحت شلبي هو اعلامي شويه؟ لا طبعا. اذا له جمهوره صحيح، وله متابعينه صحيح، فلازم ان هو ان ما كانش واخد باله نضرب جرس، واذا كان واخد باله لا نضرب جرس، نضرب مش نضرب. لا يبقى عايز يعني تنبيهه. لان الحقيقه احنا لسه في اول الموسم، التعليقات مش هتتاخد ببراءة بعد كده. خلينا احنا كلنا رسالتنا احنا وهو وغيرنا ان احنا هذا الدوري يمضي بأمان، كل واحد ياخد حقه، وكل واحد يعلي فرقته زي ما هو عايز، يعني مش لعب الاخر. لسه الزملاء في الاعداد بيقولوا لي عامل استطلاع رأي الجمهور
عايزين صالح جمعه يتسجل في الاهلي في يناير ولا وده حقه؟ تخيل يعني انا اقدر اجيب لعيب في بيراميد واسال جمهور بيراميد عايزه ولا مش عايزه وهو راجع يلعب؟ يا اخوانا هنا الخلق. تسال مين؟ ها؟ تسال مين؟ لا في جمهور. اه في جمهور. طب ماشي. طيب لا يعني انا اسال الجمهور بشكل عام انت عايز اللعيب ده في بيراميد ولا لا؟ ولا في الزمالك ولا لا؟ ولا في انبي ولا لا؟ ما اقدرش اقولها في قناه الاهلي. ما اقدرش، مش من حقي. بالظبط. يا كابتن مدحت صالح جمعه ابننا وهذا شاننا. انت ايه اللي يخليك وواحد راجع ياخد فرصته مع فرقته الجديده تبتدي ترمي له شويه مسامير عشان الاستاذات تضرب؟ ما ينفعش. يعني خلينا في حالنا وخليك في حالك وهتلاقي كلام كتير جدا تقوله على بيراميد وتعلي فرقتك وتقول كل اللي انت عايزه. الله الله للصبح. لا انت حر. فريق بيلعب كوره كويس. اه بيلعب كوره وعنده وبينافس و... لا وعنده لعيب. عندك مجال والناس كلها مستنيه تجربته. ها وانا عايز ان احنا حتى مع الاهلاويه احنا بنقول للاهلاويه بصوا للامر كده، ده نادي موجود ومفيش داعي ان احنا نعتبره من الاول بيننا وبينه مشكله. لا مفيش بيننا وبينه مشكله. هو المشكله ان تتخلق من تعليقات ناس تنتمي لاعلام زي ده. بيراميد له اعلام عشان يدافع عنه وعشان يجود وده حقه ويظهره. هو ده مش حقه، ده هو ده واجب الاعلامي اللي في قناه نادي. صحيح. احنا مش من حقنا لا نلقح على ده ولا على ده ولا على ده الا فيما يخص الكلام اللي بيتقال علينا. بالظبط. فاحنا بنتكلم على اعلام بيكلمنا بنرد عليه. مش بقول لكم حلقه فيها مشاكل كتيره؟ طيب بكره ان شاء الله طلاع الجيش هيلعب مع الاسماعيلي وسموحه مع الزمالك، ويوم الاربعاء النجوم مع وادي دجله، وتاجلت مباراه الاهلي مع الجونه والمصري مع انبي. ده الاهلي هيشوف جدول بعد كده. آه. يا خبر ابيض. متاجلوا كم مباراه؟ ثلاثه دلوقتي ولا اثنين؟ لا دي المباراه اللي فاتت ودي مباراتين الثانيه. مباراه الاهلي وبيراميدز الاسبوع الجاي هتتاجل برضه. طيب هيبقوا يعني ثلاث ماتشات. ثلاث ماتشات صعبين جدا. صعب جدا. لو اتلعبوا مضغوطين بقى هتخش على بيراميد وانت ربنا يستر عليك. وده ماتش مهم لانه في ماتش مع المنافس الاساسي دلوقتي. طيب الاهلي دوره في خدمه وطنه وخدمه الحركه الرياضيه في مصر دور تاريخي. وما من مناسبه ومسابقه ومنتخب الا ما شاء الله هتلاقوا الاهلي له هذا الدور الكبير في خدمه وطنه. الاهلي مش مجرد فرقه كوره. شوفوا منتخب مصر او بعثه مصر في السباحه في البطوله الافريقيه في الجزائر عامله ايه. شوفوا كلام المهندس ياسر ادريس عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق وابن الزمالك السابق رئيس اتحاد السباحه الحالي عن تقديره لدور النادي الاهلي في رعايه لعبه السباحه عامل ازاي. منتخب مصر او بيفوز ببطوله الالعاب او بطوله افريقيا للسباحه بالجزائر، متخيلين عدد لاعيبه النادي الاهلي نصيب الاسد من ابناء النادي الاهلي اللي فازوا بالميداليات؟ قول اسمهم عشان يستحقوا. في واحد انا لو كده ممكن اقف اديله التحيه، سباح في النادي الاهلي اسمه محمد سامي، شهرته ميشو، عارفين جاب كام ميداليه لمصر؟ 12 ميداليه منهم 11 ذهب. ده عامل زي سبيدز بتاع تخيل امريكا ده اللي هو مايكل فيليبس المصري وفيليبس. ما هو بعديه سبيدز وبعدين بالظبط. محمد سامي فاز سباح احسن كاس احسن سباح، دي صور للبعثه في وصولها. بعد ما فاز ب 12 ميداليه حقق خمس ارقام جديده على المستوى الدولي. هو ده هانيا مورو فازت بكاس افضل سباحه في البطوله. في ست سباحين من النادي الاهلي بالاضافه الى هانيا عملت هانيا مورو فازت بكاس افضل سباحه. واقول لك عدد ميدالياتها، ست سباحين من الاهلي شاركوا مع المنتخب، احمد حمدي كابتن الاهلي والمنتخب، محمد سامي وعلي خلف الله ورويدة هشام وهانيا مورو وساندي ايمن. نتائج لابناء الاهلي: محمد سامي ميشو جاب 11 ذهب. يا ريت يبقى في صور للشباب دي. 11 ذهب وميداليه برونزيه واحده في الفردي والتتابعات وخمس ارقام. وعلي خلف الله جاب 4 ذهب
وفضيتين. معالي ده كمان مصنف؟ اه دولي يعني. احمد حمدي سالم عمل ارقام ولا ما مش مكتوب؟ لا مش عد الارقام. احمد حمدي سالم فاز بذهبيه وبرونزيه. هانيا مورو فازت باربع ذهبيات وفضيتين. انا بعد على فكره ده ست ميداليات. ست ميداليات هانيا مورو 12 16 ميداليه ذهب. رويده هشام فازت بذهبيه واربع فضيات 18. حقق هذا السداسي، هم ستة ولا سبعة؟ ستة. هذا السداسي حقق لمصر 18 ميدالية ذهبية. محمد سامي ميشو صائد الذهب قال في تصريحات انه سعيد جدا بالارقام بالذات اللي حققها، لانه الالعاب الفردية السباحة والعاب القوى الارقام هي المهمة جدا. قال انه سعيد بالخمس ارقام اللي سجلهم مع المنتخب في البطولة، وأشاد بالتنظيم اللي كان في الجزائر، وقال إن المنافسات مشيت بسلاسة لم تشهد أي أزمات. وقال ميشو إنه شارك في بطولات العالم للناشئين والعديد من البطولات الدولية. ما تجيبوا لنا صورة لميشو يا جماعة. وقدر يحط رجله بقوة بين الكبار في هذه البطولة. وهاني وجه سامي الشكر للنادي الأهلي وجميع المسؤولين في اتحاد السباحة على رعايتهم ليه. والكابتن وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء حرص على ان هو يكون مع مسؤول الاتحاد على راس المستقبلين. مين معانا؟ كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء في النادي الاهلي والمحتفي بانجازات هؤلاء الابطال. كابتن وائل اهلا بيك. كابتن عادلي ازاي صح حضرتك؟ انا عايز اكلم وائل يا ابراهيم. ازيك يا وائل؟ ازاي صح حضرتك؟ انا ليه عايز اكلمك؟ انا شفتك وانت عندك كان كام سنه؟ ست سنين ولا كام؟ أربع سنين. أنت وأخوك رحمة الله عليك مع والدك رحمة الله عليه، وكنا بنتحدث عن المستقبل الرائع اللي كان منتظركم. ربنا يخليك يا فندم. وبعدين الرائع فيك أنت وأخوك برضو وليد. صح. إن هو يعني نجاحكم الإداري فاق نجاحكم الفني كمان اللي كان عظيم. ربنا يخليك، ربنا يخليك. انت حضرتك عارف، حضرتك مربينا وعارف حضرتك يعني ولائنا للنادي الاهلي وتربينا في النادي الاهلي منذ نعوم اظافرنا زي ما حضرتك بتقول، لغايه ما الحمد لله يعني كنا كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر وحصلنا على بطولات عديده، ودلوقتي احنا في المنصب الاداري. وانت عارف حضرتك زي ما حضرتك علمتونا ان احنا الولاء الاول والاخير للنادي الاهلي. للنادي طبعا. الاهلي طبعا طبعا طبعا. كابتن وائل، فوز سباح النادي الاهلي خدوا كم ميداليه كلهم لوحديهم؟ هو الاجمالي كله 43 ميداليه. النادي الاهلي بس حصل على 26 ميداليه من اجمالي 43 ميداليه. 26 يعني معنى كده ان احنا حصلنا وكم ذهب؟ اصل انا حسبت الذهب اكتر من النص. الو؟ اكتر من النص. كم ذهب؟ اكتر من النص. اكتر من احنا حوالي احنا في سباح وحده ميشو لو محمد ثاني حائز على 10 ميداليات ذهب. فانا عايز اقول لحضرتك الحمد لله. طب انا اقول لك، انا عديت الميداليات الذهب 17 ميداليه ده. 17 مظبوط يا فندم، مظبوط. طيب ميشو مزبوط. ميشو ميدالياته في ايه؟ ميشو في ال 50 باك وفي ال 100 دولفين وفي ال 100 باك وفي ال 200 يعني ميشو بسم الله ما شاء الله زي ما بيقولوا كده لعيب متميز بي 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 بيجمع بين الشورت كورس واللونج الشورت ديستانس واللونج ديستانس، يعني السباقات القصيره والسباقات الطويله. وده من السباحين ان شاء الله بمشيئه الله لو مشي على هذا واستمر على هذا المنوال ان شاء الله بمشيئه الله بنوعد جمهورنا واعضائنا ان يبقى في ميداليه اولمبيه ان شاء الله في السباحه. هسالك سؤال برضه، وسافر امريكا ميشو؟ ميشو في امريكا واحمد اكرم فيه. واحمد اكرم طبعا انت حضرتك عندك عادي. اكرم سافر، اكرم ما شاركش في البطوله مش كده؟ لا ما شاركش، هو كان عنده حاجه فللاسف ما شاركش، بس احمد اكرم ان شاء الله بمشي. طبعا احنا عندنا ذخيره، عندنا علي خلف الله كان لسه جايب ميداليه فضه في البحر الابيض ومترشح برضه الاولمبياد. لا احنا عندنا هانيا مورو واخده كاس احسن سباحه في البطوله الافريقيه، عندنا رويده هشام. احنا بسم الله الحمد لله، الحمد لله يا كابتن عادلي بطمنكم على سباحه النادي الاهلي في العصر الذهبي، مش وائل عزت، من مجهود المدربين والاداريين اللي موجودين من اصغر عامل لاكبر للمدير الفني، كل الناس بتشتغل في منظومه الحمد لله ربنا كرمنا والحمد لله الحمد لله. بتجدوا الرعايه، بتجدوا الرعايه اللي انتم محتاجينها ولا في طلبات لسه عايزينها لو اتعملت تعلي الليله؟
والله يا فندم احنا دايما ابدا يعني ما بنقفش عند حد معين، طبعا بيبقى في معسكرات للسباحين، بيبقى في مشاركات دوليه، بيبقى في سفريات، بيبقى في زي حضرتك سفريه امريكا دي، احنا دايما ابدا بنتابع سباحينا هناك ونشوف لو هم عايزين حاجه، بنبعت لهم تذكره في البطولات المحليه سواء كاس مصر او الجمهوريه، بيبقى يعني في منظومه مستمره بين النادي الاهلي. اذا الرعايه الصحيه والرياضيه والطبيه والنفسيه متوافره طبعاً. واظن يا وائل اي طلب هم بيطلبوه احنا دورنا ان احنا نلبيه لهم على طول. اظن يا وائل ان كمان لما هيتعمل حمام السباحه اللي هيبقى مكان المدرجات الحاليه مش في خطه بكده؟ هو في خطه بكده، وان شاء الله بمشيئه الله احنا موعودين ان هو يحصل، لان انت عارف حضرتك برضه هقول لحضرتك يا كابتن عدلي احنا عندنا مشكله في الاعداد، فبنضطر نحجز حمامات سباحه بره. فطبعا انا اولى ان انا اعمل حمام سباحه عندي في ناديه، بدل الفلوس اللي انا بصرفها سنويا على ايجار الحمامات يبقى انا عندي حمام. هتسهل كمان وتدي دفعه جديده. طبعا طبعا طبعا. ما اعرفش انت حاسب كم رقم قياسي اتحققه من سباحينا؟ لا هو الارقام القياسيه هو خمسه ميشو لوحده. خمسه ارقام قياسيه للافريقيا اللي كانت حضرتك بتتكلم على المستوى ارقام افريقيه طبعا افريقيه طبعا. طب وهي الارقام الافريقيه مش اعلى من المصريه؟ طبعا ولا طبعاً ايه؟ طبعا طبعا لا 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 حاجه احنا بنتكلم الارقام الافريقيه اعلى. انا فاكر حضرتك بتكلمني على الارقام القياسيه على مستوى البطولات اللي فاتت كلها، يعني احنا كان عندنا بحر ابيض علي خلف الله عمل رقم قياسي جديد، ميشو عمل رقم قياسي جديد، البطوله الافريقيه فيه خمس ارقام قياسيه، عندنا هاني يا مورو عملت رقم قياسي جديد. ده في البطوله دي؟ يا فندم. طيب ده اللي انا اقصد اقوله، تحطيم الارقام هو اللي بيدينا امل، لان كل رقم بتحطمه بيقربك من الرقم الدولي او العالمي. وانا يعني عايز اشكر ابراهيم بن منيسي برضه، يعني شخصيه جميله. اشكرك يا كابتن. قراءه ويعني وانا سعيد جدا ان انا مع حضرتك ومع استاذ ابراهيم. ربنا يخليك يا كابتن وبالتوفيق ان شاء الله. بس دي مش صورتك يا وائل. ده ميشو؟ ده ميشو ده محمد ده سامي. محمد سامي. ده ميشو كان نفسي طبعا وحرص الكابتن الخطيب. طب هو شوف طوله. شوف كابتن الخطيب طويل. وده اللي انا الصور دي. هو ميشو كام سنه يا كابتن؟ ميشو 21 سنه بس. ما شاء الله ربنا يكرمك ويكرمه ولكل مجتهد النصيب، والنادي الاهلي لن يبخل على مصر بميداليات اولمبيه باذن الله ان شاء الله. شكرا كابتن وائل عزت، والف مبروك لميشو ولهانيا مورو ولكل ابطال السباحه على هذا الانجاز الرائع جدا. وجيبوا لنا صوره هانيا برضه في مصر في البطوله الافريقيه للسباحه بالجزائر، وحظهم 26 ميدالية منهم 17 ميدالية من أصل 43 ميدالية عادت بيهم بعثة منتخب مصر. وأعتقد الدكتورة رانيا علواني بطلة مصر والسمكة الذهبية صاحبة الإنجازات الكبيرة في هذه البطولات كانت حريصة حتى أن هي تهنيهم وتقول السباحة المصرية على الطريق الصحيح. صحيح. وهذا الإنجاز تحديدا بأرقامه هي قالت انه بياكد ان احنا ماشيين بشكل كويس. مهتم جدا بهانيا مورو بالذات. ليه؟ لان انت لما تذكر السباحه في السيدات لا تذكر الا فريده عثمان. وهي سباحه فزه. صحيح. حقيقه يعني. صحيح. امكانياتها مش محدوده يعني. يعني دي طفرات اللي بتجيلك كل شويه. هانيا بقى كان نفسي نشوفها برضو ونشوف تكوينها البدني، هيجيبوا لنا صورتها، كتر خيركم في الاعداد لانها تستحق. عاملة أربع أرقام ذهبية. النوعية دي لازم الجمهور يعرف شكلها ويبتدي يتابعها ونبتدي نتابع تطور أرقامهم علشان نشوف إحنا ماشيين إزاي بإذن الله. طيب ده مش يقودك لفكرة زي يعني سواء في ألعاب القوى أو في السباحة، الاهتمام بالكم بالشكل الكبير جدا ده شيء دور أساسي للنادي. أما آن الأوان إن يبقى في مشروع لصناعة بطل أولمبي أهلاوي؟ موجود. هو اللعيبة في أمريكا بتعمل إيه؟ لا أمريكا دي جاية منحة من جامعات كويس أمريكية بتاخد اللعيبة. كويس. ما هي زي أحمد خالد يا كويس وفريد عثمان مهما اديته هنا من رعاية المستوى اللي بيحتك بيه مش هيشده. هو لما يجري في حارة جنب واحد مش فيليبس خلف اسمه ميشو هيعمل إيه؟ هيحس بالفرق والجاب اللي بينهم، هيبقى هيموت انه قلل الجاب ده. هو ده اللي يشدك. بس ساعات لان التجارب دي ما نجحتش، امريكا ما نجحتش مع ناس كتير.
يعني كان في زمان فسفس وغالي وصف غالي ومش عارف مين راح امريكا لكن ما نجحتش. قال لي هاني امورو ايوه مهم قوي، خمس ميداليات تستحق ان احنا نقول لها احسن سباحه في افريقيا، مش تستحق ان الجمهور يعرفها؟ طبعا طبعا ويحييها. مبروك يا هانيا، وعايز احيي اولياء الامور، هم اللي عملوا هم الابطال دول دي الأبطال. ايوه هم الابطال، هم دول اللي بيعملوا الابطال دي، الام اللي بتوكل وتصحى الساعه 4 عشان تفطر وتلبس وتروح تمرن وبعدين تروح على المدرسه، وترجع كل ده صحيح. وترجع بعد الظهر تعيد هذه الدوره لان بيتمرنوا مرتين. فاعتقد اولياء الامور يستحقوا مع كل ميدالية بيكسبها لعيب ميدالية زيها من النادي الأهلي والله. من لا هي ميدالياتهم في قلوبنا، ومرة نجيب ولي أمر كل بطل فيهم وزوجته وكده، بحيث الناس برضو تعرف صناع الأبطال دي. أبطال. أيوة وراء كل بطل أبطال، حقهم والله حقهم علينا. اعملوا كده فريق الإعداد بتاعنا، تنفردوا بهذا يبقى كتر خيركم. زي النهاردة ولكن في 2007، في 17 سبتمبر 2007 الأهلي فاز على الزمالك في الدوري 1-0، سجله محمد أبو تريكة، نفكر حضراتكم بيه. بيتمنى النهاردة عنده 9 نقاط يتمناهم 12 نقطة، الأهلي عنده 8 نقاط يتمناهم 11 نقطة، الاسماعيلي طواعية واختيارا. شوف دي الاول ابو تريكة، ابو تريكة والهدف، الله 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 الله. اللي بيلعبوها في خط ظهر الزمالك ببساطة شديدة، بص خلي بالك ادي البساطة الشديدة اللي بيقول عليها، وادي الكرة، وادي ابو تريكة ثبت عبد المنصف قعده على الارض، حطها ببطن رجله، حلوة 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 اهي مرة تانية، وعمل بجسمه طلع الراجل على الفاضي وببطن رجله، عارفة السكة، عارفة الطريق، عارفة الخط، هي دي هي فرحة الدنيا. ارقص يا ابو تريكة، غني يا عليا، حلوة حلوة حلوة. والهدف الاول للنادي الاهلي بقدم الفنان القدير محمد ابو تريكة، ودى الراجل في حتة وراح هو في حتة. اعتقد ابو تريكة بيرقص بعينيه. شوف الهدف ده قيمته انه باين سهل قوي، ايوه، لكن الشغل اللي اتعمل فيه شغل ذهني ومهاري صحيح. على اعلى مستوى، الشغل بتاع بيليه انه يجري ويسيب الكرة ويلف ياخدها والكلام ده، ده راح ضارب رجله من فوق الكرة اكنه هيلعبها، فعبد المنصف راح مع رجل ابو تريكة راح راجع تاني واخدها وحاططها، شغل جارينشيا، شغل كنا بنشوفه يسيب الكرة ويرجع لها، بس دي عملها في زي بيقولوا ايه في ثانيه، فيتمو ثانيه يعني. طبعا جون من الاجوان الخالده اللي احرزها ابو تريكة في الزمالك. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بعد اجتماعه النهارده قرر استمراره في حاله انعقاد دائم لحين التصويت على لائحه النظام الاساسي يوم 28 سبتمبر. الاهلي لو غالي عليك انزل. بعد الفاصل. طيب انا قبل ما تطلع دعيت انت للجنة المركزية وانا دعيت امبارح واول امس ما عشان موضوع العملية اللي في عيني ما لم اتمكن، فيعني كنت واخد بالك انك تعوض غيابي طبعا. ايوه طبعا، وانت قد ودود تعوض غياب 10 قعدت على كرسيين بس كده، ده كرسي ملك وكتاب. انا بس هسالك في دي. ربنا قدرنا بكره وهي فاضل كذا واحده او واحده يعني ان شاء الله. اذا ده شرف وتاريخ والله لكل واحد بيشارك. طبعا طبعا، لو هو غالي عليك انزل. كلام مهم لكل الاهلاويه. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. لو هو غالي عليك انزل، لان حب الاهلي مش بالكلام، والاحساس بالمسؤوليه تجاه النادي مش شعار. واعتقد زي ما المهندس عدلي اشار في البدايه، مفيش طرف من الاطراف المعنيه بوضع دستور للنادي الاهلي اثر حتى الان فيما هو مطلوب منه. مجلس الاداره مشكورا شكل لجنه حطت نموذج نسخة للمناقشة وفتح صدره للمناقشة.
وكان على درجة عالية جدا من المسؤولية تجاه النادي في هذا الظرف، انه يقول انا هستجيب للرأي العام وما يجمع عليه اعضاء النادي. عمل بريد الكتروني عشان يستقبل مقترحات الاعضاء بعنوان شارك، شكل لجان وورش عمل للمتخصصين في كل الفئات والمهن وعلى اعلى مستوى، ناس كبيره حضرت كل هذه الورش، استقبل حوالي 3000 مقترح. اللجنه المركزيه بحثت المواد، عدلت عدد كبير جدا من المواد اللي حصل عليها شبه اتفاق واضح. مجلس الاداره وعلى راسه الكابتن محمود الخطيب، لانه كانت في البنود ما يخص رئيس النادي وما يحد من سلطات رئيس النادي، ويتنازل رئيس النادي او مجلس الاداره عن سلطات ويمنحها للجمعيه العموميه، عمل كده. واحنا هنا لو تذكروا حضراتكم كان عندنا ايضا نفس الرغبه في الاحساس بالمسؤوليه، ولما ناقشنا مين الطرف اللي من حقه يجري اي تعديل على الماده، ناقشت انا والمهندس عادل وقتها وقلنا يفترض يكون الحق للجمعيه العموميه فقط، مجلس الاداره ما يبقالوش على فكره. ده من البنود اللي تم الاستجابه ليها. تم الاستجابه ليها، كل ما تم الاتفاق عليه تم الاستجابه ليه. يعني عايز اقول كل الاطراف قامت بادوارها، ولما قلنا 66 تبقى 51 تم الاستجابه بالزبط. مش لينا، للموضوع لما طرح لا دي الصدى الاكبر بالظبط. هو ده اللي احنا لما جينا نناقش قبل كده لائحه، دخلونا في خلاف شخصي. آه. لا احنا كنا بنناقش ورق ومواد، مش بنناقش اشخاص. فاللي حب ياخدها بشكل شخصي تحولت الى شخصي، اللي حب ياخدها ان الصالح العام ان احنا قلبنا على النادي الاهلي زينا زي عشرات الالاف من اعضائه وملايين جماهيره خدوها بهذا المعنى، ولذلك في سلاسه شديده تم تغيير حاجه و30 ماده. احنا هنبقى نسال دلوقتي شريف فؤاد عدد المواد اللي تم تعديلها. رائع جدا جدا جدا. انت حاطط عنوان مش بطال انزل حلو عشان ما تقوليش بس. لا هاي اتفضل. اصل مش كلام. لا انزل بقى. اما تيجي تقول ديمقراطيه، على فكره اجمل ما في هذا الحوار المجتمعي جرأة قناه الاهلي في استضافتها لرموز المعارضه، وكان بعضهم اشد المؤيدين للمجلس السابق، وبعضهم كان بيؤيد اشخاص بالتحديد، وفي من اخوه اعزاء جدا، وكانوا هم قاعدين في الاخر بيقولوا لا كده تمام تمام تمام، نتمنى كذا، واحنا بنحترم من في الاهلي انه عمل كده. اذا الناس لما تشوف حاجه حلوه خلاص بتصدقها وبتروح لها، مفيش عند النادي الاهلي مش واخد الموقف شخصيه، لا احنا ولا ما يسمى بالمعارضه. اصل المعارضه لو موقف ثابت يبقى بتعارض اشخاص مش بتعارض افكار، ومعارضه الافكار هي الاجدى والافضل في كل الامور، حتى رياضيه سياسيه اجتماعيه اي حاجه، ان احنا نناقش الافكار، نناقش المكتوب، نعدل فيه عشان الامور ما تؤخذش بحساسيه. ما فعله النادي الاهلي هو ظاهره، مش ظاهره، هي بادره وبايلوت او عمل نموذج انه ان الناس تبتدي تتاسى بيه، واعتقد ان هيبقى يعني نبراس لناس كتير في انها تعمل هذا الكلام. بس اللي هيخليه حاجه محدش غير الاهلي يعملها نزول اعضاء الجمعيه العموميه بارقام قياسيه. وصدقوني هتجدوا كل التسهيلات، ما تخافوش من زحمه. الحقيقه العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي هو بيستعرض لنا كل الترتيبات اللي حاططها او اللي حطها الاداره التنفيذيه للاعضاء. على فكره هنعمل حلقه برضو مع الترتيبات النهائيه تبقى نناقش فيها مسار العمليه الانتخابيه يمشي ازاي. ازاي اتوبيسات هتنقل الاعضاء من الجزيره ومن من مدينه نصر ومن الشيخ زايد للجزيره، ودي نقطه مركزيه، يعني الاثنين يتفقوا في نقطه مركزيه بالظبط. ساحات الانتظار المخصصه لسيارات الاعضاء في منتهى الانسيابيه والتسهيلات. غير كده كمان يا جماعه، ما هي دي جمعيه عموميه غير عاديه، يعني لحظه استثنائيه، ايه البديل لو ما نزلتوش؟ تستحق التعب بس، وتستحق التضحيه. اولا يوم الجمعه، يوم الجمعه 28 سبتمبر، انت لو ما نزلتش ايه اللي هيحصل؟ ما اعتقدش ان في عضو
احنا دلوقتي مش بنتكلم النزول اعمل معروف، بنتكلم بنتحدى الارقام القياسيه بالظبط. هاجس انها مش هتكتمل تبقى مصيبه. المطلوب لاكتمال الجمعيه 12500 عضو، انا عايز 30000. فمطلوب كل عضو، وفي غير عايز 40، انت عايز 40 وزوجته يكونوا حريصين على الحضور، الكل يحضر. مش هنقول تعالى صوت بالموافقه على اللائحه، تعالى قول رايك. ده عيد، انت عارف بالزبط. انا على المستوى الشخصي متلهف عيش الاجواء دي. احنا صحيح. يوم الانتخابات ما كناش عايزين نروح من النادي رغم التعب، ابتدينا الساعه 6 الصبح، صحينا 5 صباحا ومشينا مع 6 الصبح 5 صباحا ثاني يوم ولا 6 صباحا، وقاعدين مستمتعين بالاجواء وبالناس اللي تعبانه واللي جايه بتتحامل عشان ما تاثرش مع ناديها. كل دول عايزين نشوفهم تاني. كل واحد جه في الانتخابات يجيب اللي ما جاش ويجي بيه، يا ريت نشوف 40 و50 كمان. وهيلاقوا سلاسه، وهيلاقوا خدمات، وهيلاقوا باركينج وانتظار، وهيلاقوا كل التعاون. مش هتبقى بالشكل الماضي ابدا. مش كل يوم الاهلي هيحط دستوره. والاهلي اذا كان حط هذا الدستور سنه 1908، بصوا التراث التشريعي اللي بيمتلكه النادي الاهلي. نادي عنده دستوره من 1908، بعد اول في اول جمعيه عموميه اكتملت بعد مرور سنه على الانعقاد، يعني الاهلي ابريل 1907، نوفمبر او فبراير 1908 كانت جمعيته العموميه بتحط دستوره. عايزين دلوقتي والنادي له هذه المقرات العديده وله هذا الحشد الهائل وله هذا التأثير في الحركة الرياضية، حد يقول لي الجمهور ماله؟ لا، الجمهور معني، الجمهور معني ويهمه جدا. لأنه لو أنتوا شايفين النادي الأهلي بيواجه بصعوبات شديدة جدا حتى في الناحية الاقتصادية، الأهلي عشان يلبي احتياجاته والمهندس عادل القيعة عشان يبرم صفقاته محتاجين أهلي اقتصاديا قوي. عشان يكون في أهلي قوي اقتصاديا لازم أن يساير العصر، يشكل شركات مساهمة، يحفظ حقوق النادي، يطلق العنان لروافد الاستثمار في النادي. ده مش هيتحقق إلا من خلال سند تشريعي قوي يدي للنادي هذا الحق. اللائحة الاسترشادية ما بتديلوش هذا الحق. فأنت علشان يكون عندك فريق قوي ويكون عندك نادي عنده كل هذه القدرات بنواحي تأسيسية وتشريعية سليمة، لازم دستور الأهلي يقرر. ده دستور الاهلي يا جماعه 1908. اعرفوا انتوا بتحبوا مين وبتشجعوا مين. نادي كان عنده هذا الدستور بعد اول او بعد 9 شهور من نشاته كان عنده دستوره. فانا اعتقد المساله تهم الجمهور، تهم الجمهور. ده اللي هيعمل النقله الكبيره. ينفع دلوقتي ان احنا ماشيين بدستور معمول لنا؟ طب اسمع بقى. كيف يتحول هذا اليوم الى مهرجان جميل؟ اقول لك. افكار عندي. اتفضل. واللي عايز يفكر يفكر. يا ابو الافكار. تعالى انت واسرتك ولادك اتصوروا مع تمثال التتش. واكتب كده: شاركت في وضع دستور الاهلي في يوم كذا 28 سبتمبر 18. انت ولادك صوره. اتصور مع تمثال الكابتن صالح واكتب تحتيه هذا الكلام. اتصور مع دولاب البطولات. نعمله دولاب البطولات ده ممكن نعمل فاترينا إضافية في حتة تخلي الناس تشوف بقية الكؤوس اللي انت لما تخش أوضة مدير النادي تحس ان انت في دنيا غير الدنيا. كمية التحف. انا مش بقول الكؤوس، الجوائز والكؤوس اللي موجودة جوه شيء جميل. لو احنا مش قادرين نطلع الحاجات دي بره عشان يتعمل لها صوره وتتعمل لها بورد كبير جدا والناس تتصور تحتيها مع كؤوس ودولاب الكؤوس في النادي الاهلي. الفنانين هيجي حشد من الفنانين طبعا، وهكلمهم واحد واحد عشان يجوا يطولوا بالهم، دي مسؤوليتهم، وجايين وفرحانين. صحيح. جزء منهم جه وشارك في اللائحه. يعني احمد فهمي واحمد فهمي الاثنين وكريم فهمي والكابتن الفاروق الفشاوي والعدل والحلفاوي
ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد العزيز وخلي بالك محمود محمد عبد العزيز المخرج الكبير رحمه الله على محمود المخرج الكبير ولاده ييجوا طبعا اللهم دول اعضاء في النادي الاهلي احمد السعداني ربنا يدي الصحه لصلاح السعداني يعني اذا قدر الكابتن عادل يا سلام لو يجي الزعيم اليوم ده ويقف يبقى مهرجان يعني اتمنى كل واحد يقدر يجي المخرج محمد فاضل حسن الرداد الفنان الكبير انا مش عايز انسى حد انا بوجه دعوه لكل فناني النادي الاهلي يوميها ييجوا ويتصوروا ويحسوا بجماهيريتهم ونجوميتهم عند اعضاء النادي الاهلي وجمهور الاهلي من دلوقتي لاعضاء النادي اوعى تنسى 28/9 28/9 لازم يكون عيد النادي الاهلي في احتفاله بوضع دستوره دي مسألة مهمة جدا جدا علشان يقدر النادي يحقق كل هذه الطموحات مهما حدث من تدفق مهما حدث من إقبال كبير في النهاية الإدارة التنفيذية مجهزة كل الترتيبات لاستقبال السادة الأعضاء أعتقد في تسهيلات كبيرة جدا لنقلهم للنادي ولركن سياراتهم وأعتقد في هذا اليوم معنا مكالمة العميد محمد مرجان دينامو 28/9 والمدير التنفيذي للنادي أهلا بك يا سيادة العميد اخيرا كابتن عدلي ده ابراهيم النسي بيحييك وانا لسه هحييك ولو اني حييتك الصبح وانت حييتني يا انا اخليك كابتن عدلي واستاذ ابراهيم طبعا على دراستنا طبعا اهلا بيك يا سياده العميد الله يخليك يا فندم ربنا يخليك طمنا ايه التسهيلات علشان الاعضاء برضو تبقى عارفه مسؤوليتها يوم 28/9 ايه وازاي يقدر يجي النادي طبعا يعني ان شاء الله باذن الله احنا بنطمن الاعضاء وزي ما انا كنت سامع كابتن عدلي وزي ما سامع حضرتك ان شاء الله باذن الله يبقى يوم احتفاليه يشهد بيها الناس كلها باذن الله النادي الاهلي دايما اعضاء الجمعيه العموميه وجماهير النادي الاهلي دايما بيعملوا المتوقع عشان كده النادي الاهلي دايما هو البطل دايما هو الاداره الحمد لله من يوم اما اتخذ قرار مجلس اداره النادي الاهلي بتحديد الجمعيه العموميه الغير عاديه يوم 29/9 وتشكيل لجنه مركزيه لمشروع اللائحه وزي ما متابعين معانا الفتره اللي فاتت الحمد لله الناس كلها بتتكلم على الحوار بتتكلم على الديمقراطيه وبتتكلم على التنازل من مجهود واصرار كابتن خطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي تكون اللائحه الاساسيه لائحه النظام الاساسي للنادي هي الجمعيه العموميه واعضاء الجمعيه العموميه هم اصحاب صناعه هذا هم اللي صنعوا الجمعيه العموميه الجمعيه العموميه هي اللي صنعت لائحه النظام الاساسي كان تمام في لجنه بدست المستشار محمود فهمي تم تشكيلها بدايه من استلام المجلس هذا المجلس كان وعد اعضاء الجمعيه العموميه في الحمله الانتخابيه هيكون عندهم لائحه نظام اساسي تحقق طموحات النادي الاهلي وتحقق احلامهم وتحقق رغبه الجمعيه العموميه اللي هي تقود ودايما النادي الاهلي جمعيته العموميه هي صاحبه الراي وصاحبه القرار الاول والاخير هناك كثير من المواد في هذه اللائحه بقت من حق الجمعيه العموميه اتخاذ قرارها وتحديد مصيرها وهم اصحاب القرار الحقيقي بالفعل وخصوصا بعد ما كانت فكره طرح مشروع اللائحه زي ما هي للنقاش الفتره اللي فاتت وحددنا يوم 9/9 يبقى اخر ميعاد لاستلام جميع الاقتراحات وانتهت فعلا بحضور اللجنه الاولمبيه المصريه في حدث لاول مره يحصل على مستوى الانديه وكلنا سمعنا طبعا الشهاده اللي رئيس اللجنه الاولمبيه قالها في حق النادي الاهلي ودي حاجه طبعا تسعدنا كلنا وفي نفس الوقت زياره النادي الاهلي دي وفد ممثل في رئيس مجلس الاداره والمجموعه المرافقه معاه للجنه الاولمبيه وكنا بعتنا لهم طبعا الخطاب اللي هو بنقول لهم دي مسوده او مشروع لائحه قابل للنقاش وعايزين ارائكم على الفور الناس على طول شاركت غير طبعا ورش العمل اللي انتم حضرتك كنتم متابعينا فيها الكفات العامه الرياضيين الاعلاميين كل ما سبناش المجلس مجالس الاداره السابقه بخبراتهم ما فيش حد قدم اقتراح لدرجه اللي احنا وصلنا 3038 اقتراح تم تقديمه خلال الفتره اللي اتبلوروا بقى في كام اقتراح في الاخر وكم ماده تم تغييرها؟ اتبلوره كابتن عدلي اللي 53 ماده تم تغييرها فعل او تم اعاده صياغتها بما يليق بلائحه الجمعيه العموميه النادي الاهلي وبناء على ويحقق طلباتهم وطموحهم ويحقق طموحاتهم وبناء على رغبتهم يعني بناء على رغبه هذه الجمعيه العموميه
هو ده اللي احنا زي ما حضرتك بتقول يحقق رغباتهم ويحقق ان شاء الله باذن الله كل مطالبهم. تم تعديل الكلام دوت وتم حذف حاجات كانت موجوده وبنود كانت موجوده برضه بناء كم ماده مش متذكر؟ انا عندي المواد اللي تم حذفها 12 ماده، المواد اللي تم تعديلها 53 ماده، المواد اللي تم النهارده بنسبها بنسبها المئويه النهارده برضه خلي بالك احنا كنا حاطين حضرتك معيار او اسلوب معين عشان خاطر تلبيه رغبات الاعضاء. كان في مواد اللي عدت النسبه الاتفاق عليها النسبه المئويه 72% و75% و80% دي على الفور تم تغييرها بالكامل. النسب المئويه اللي كانت اقل من كده كان بقى فيها تعديلات بالاتفاق مع لجنه اللجنه القانونيه وفي نفس الوقت مع لجنه الصياغه عشان نوصل في الاخر في النهايه للشكل العام اللي الجمعيه العموميه عايزاه. وان شاء الله باذن الله النهارده يعني كان في حدث يسعدنا كلنا وطبعا يشرفني ان انا كنت موجود فيه اللي هو الكابتن خطيب رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي استلموا النسخه النهائيه للائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي من جلاله المستشار محمود فهمي والاعضاء اللجنه الموقره معالي الوزير مجدي العجافي، المستشار احمد حسان، المستشار منصف سليمان، مع المستشار اسامه انديل، المستشار عمر شريف، المستشار علاء انديل، وكان معانا برضو المستشار الجميل اللي فعلا عانى معانا المستشار اللغوي رئيس قسم الصياغه اللغويه بمجلس الدوله المستشار احمد حسين، استاذ محمد فتحي، واعضاء اللجنه المركزيه استاذ ابراهيم الكفراوي وطارق انديل واستاذ محمد جمال الجرحي، وطبعا النائب رئيس النادي الاستاذ عامر فاروق. وكانت لفته طيبه جدا في مراسم استلام رئيس النادي من المستشار محمود فهمي النسخه النهائيه للائحه. اتعملت لها مراسم، ايه الشغل العالي ده؟ الحمد لله. على فكره انت يعني انا لا احسدك ولكن يعني فرحان لك انك انت تكون موجود في هذه اللحظه التاريخيه عن التنفيذ هذه الإجراءات، وأنت تستحقها وتليق بك، وإلى مزيد من الكلام الحلو ده. لكن عايز أقول أول ما تحط الخطة بقى، خطة اليوم الباركينج فين وفين وفين، المسارات إيه وإيه وإيه، اللجان كام لجنة وهتتوزع، مثلا قول هنعملها في ملعب الكورة أو في أي حتة، شوف هتتعمل لما توصل إلى هذه التنظيمات. من فضلك بلغنا عشان عايزين نستضيفها. وممكن يكون استقر عليها، ما هو يمكن ما عملهاش الخريطة لسه بتاعتها. لا الخريطة مبدئيا موجودة، وانا هبقى معاك يا كابتن عدلي ان شاء الله، ويشرفني طبعا انا اكون معاك ومع استاذ زين نستضيف ويجي على الهواء شراح. تمام، يشرفني ده. تمام. مجلس الإدارة المجلس النهاردة اعتبر حل في حالة انعقاد لحين انتهاء التصويت، مش كده؟ تمام يا فندم، جلسة مفتوحة لحين انتهاء التصويت. طب انا وانت داخل هقول لكم، بس يعني هقول لكم حاجه. اتفضل. اقول حاجه اتفضل عشان خاطر يوم 28 برضه. أيوة. لان اللجنه المركزيه الناس كلها مستنيه يوم 28، وفي ناس كتير متخوفه من اللي شافوه في الانتخابات اللي فاتت، والكابتن خطيب مشدد يعني تشديد قوي جدا 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 على توفير سبل الراحه. ايوه، ازاي نخلي اليوم ده الناس مرتاحه فيه، ازاي نخلي اليوم الناس تدخل النادي الاهلي وتخرج منه وهي مبسوطه وسعيده من غير ما يبقى فيه ازدحام او فيه التدافع اللي احنا شفناه قبل كده. ده اللي احنا شغالين بقى لنا اسبوعين فيه، ويسعدني طبعا ويشرفنا اللي انا معايا يعني زملائي واساتذتي واخواتي الدكتور حسن مسعود، خالد مرسي، اللي هو محمود الفشاوي، مجموعه جميله جدا من الخبرات. احنا بالفعل مشكلين لجنه 15 لجنه لغايه دلوقتي يا استاذ عدلي، يا كابتن عدلي واستاذ ابراهيم، 15 لجنه هتبقى مسؤوله عن اليوم دوت باذن الله لاخراجه بالشكل المناسب. طبعا لجنه عليا يشرفني ان انا اكون موجود بيها بحكم منصبي رئيس، ومعايا الاستاذ حسن مسعود والاستاذ لؤي الفشاوي، ومعانا الاستاذ خالد مرسي مدير فرع الجزيره. نفس الوقت بقى في لجنه للامن، في لجنه للنقل، في لجنه للاشتراكات، في لجنه التكنولوجيا ومعلومات، في لجنه من شؤون العاملين، في لجنه الصيانه مشاركه، في اللجنه الطبيه على راسها طبعا الدكتور محمد شوقي، وده يعني قيمه وقامه اللي هو يبقى يشارك معانا في هذا الحدث عشان رعايه الاعضاء، وبرده يعني تقديم اي اسعافات طبيه ان شاء الله باذن الله. في لجنه السلامه والصحه المهنيه، ودي عشان خاطر لو ان شاء الله باذن الله هيتعدي الامور على خير، لكن موجوده معانا. في لجنه التسويق مشاركه معانا بشكل جيد، عشان زي ما بيقولوا احنا عايزين اليوم ده يبقى كرنفال للنادي الاهلي.
في غرفه عمليات احنا شكلناها وهيبقى في ارقام تليفونات هيتم الاعلان عنها عشان خاطر اعضاء الجمعيه العموميه متواجدين في مدينه نصر، متواجدين في الجزيره، متواجدين في الشيخ زايد، لو اي حاجه بيتصل على ارقام التليفون دي هيلاقي بالفور الناس اللي موجوده تساعده. وفي الاجمل جدا على كل اللجان دي كلها مجموعه شباب النادي واولاد النادي اللي دايما بيشرفونا في كل حته، وهم الدنيا وبقى الاساسي الدرس المتطوعين اللي داخلين معانا في هذا الموضوع، وهيبقوا موجودين في مدينه نصر، موجودين في الجزيره، موجودين في الشيخ زايد عشان يكونوا مرافقين لاعضاء الجمعيه العموميه اللي بيتحركوا مدينه نصر او بيتحركوا الشيخ زايد عشان خاطر نوصل للفرع الرئيسي عشان خاطر يدوا بتصويتهم سواء بالايجاب او سواء بالرفض. ده كل واحد منهم هيطلع يعمل ماجستير في الاداره بعد بعد المشاركات دي. هيتم البدء في تعليق نصوص اللائحه في لوحات الاعلانات امتى بقى؟ ان شاء الله الاربع مساء بحيث يوم الخميس صباحا باذن الله اللائحه بالكامل متعلقه او طبقا للقانون على مستوى الثلاث فروع قبليها بثمان ايام هتكون موجوده ومتعلقه، فان شاء الله يوم الخميس صباحا هتكون موجوده متعلقه. يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله احنا بنضغط كمان زي ما كانش قبل يوم الجمعه، بس يوم الجمعه ان شاء الله هنستلم النسخه الرسميه من المطابع عشان تتم توزيعها على اعضاء الجمعيه العموميه على مستوى الثلاث فروع. ويشرفنا طبعا ان كل الناس تبقى معاها وماسكه اللائحه، ده هيبقى تاريخ. في هي متاحه مجانا مش كده؟ اه طبعا مجانا ان شاء الله باعداد وفيره، بحيث ان اللي عايز نسخه لازم هياخدها. احنا واخدين قرار مبدئيا ب 30,000 نسخه، وانا ان شاء الله باذن الله متوقع ان احنا هنزود هذه النسخ فتحت ايدينا، بس هيبقى مبدئيا 30,000 نسخه، وان شاء الله في حاله الاحتياج هنزود ثاني، لان احنا نتائج السنه انا اعتقد هتوصل ل 50,000 باذن الله. ده اللي انا كنت لسه هقوله يا كابتن عدلي، اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى اللي فعلا 50,000 يبقوا موجودين معانا يوم التصويت على لائحه النظام الاساسي اللي بتعطي الحق للجمعيه العموميه في تحديد تقرير مصيرها وفي تحديد متطلباتها واتخاذ قراراتها دون اي قيود. مجلس اداره النادي الاهلي مش عايز اقول تنازل، ولكن مجلس اداره النادي الاهلي طرد امور كثيره جدا من حق المجلس وكانت موجوده في اللوائح السابقه. صحيح. عشان تصبح في ايد اعضاء الجمعيه العموميه. رائع جدا. الراي الحق الاساسي في تقرير المصير واتخاذ القرار. ان شاء الله لا 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 سيبنا نقفلها النهارده المكالمه دي. المدير السابق مع المدير الحالي. لا يا فندم كيف انا الهاجس اللي عندي بقى كيف نحاول اليوم الى يوم جميل ومهرجاني الناس تستمتع به؟ انا قلت بعض الافكار ما اعرفش سمعتها وانت داخل ولا، من ضمنها ان عايزين نسهل ان يبقى دولاب الكؤوس اللي عندك الرائع ده يتصور وتحط على الشاشات العملاقه وتتعمل بيه بوردات كبيره تتحط على اسوار النادي وتتحط من جوه النادي بحيث ان الناس تتصور معاها كانها بتتصور مع دولاب الكؤوس، سواء دولاب الكؤوس او الكؤوس اللي في اوضه حضرتك اللي لازم الناس يشوف هذا الكنز، واخد بالك؟ لان مش هتعرف تطلعهم وتعرضهم بالطريقه الجميله اللي موجوده عندك بيها. اللي هيبقى يوم تاريخي ويتكتب عليه كل واحد يتصور شاركت وساهمت انا وابنائي في هذا اليوم يوم كذا في صنع دستور الاهلي، هتجد الناس مستمتعه. نمره اثنين. تمام يا كابتن. نمره اثنين بقى النقطه الاهم، توفير الاكل والشرب بكميات تسمح ان كل واحد يقدر ياخد، وتنويع المنافذ مش هتغيب عن ذهنك دي، لا يمكن يعني، بحيث انها تبقى متوفره على مدى اليوم يعني. في لجنه خدمات دي طبعا موجوده، وفي تنسيق مع المنافذ تبقى يعني فاتحه من الساعه 7 الصبح استقبال الاعضاء، ما تقفلش غير الساعه 12 بالليل، مع توفير كافه الامكانيات على مستوى على مستوى عالي وجوده كويسه ان شاء الله لاعضاء الجمعيه العموميه. احنا عندنا في فرع الجزيره في 32 منفذ متنوعين، ان شاء الله باذن الله اتعمل معاهم اجتماع تحت اشراف الاستاذ محمد الالفي والاستاذ خالد مرسي مدير الفرع الجزيره عشان خاطر التوفير اليوم ده. انا بقول لحضرتك ان شاء الله هنعرض كل ده مع حضراتكم، انا بدي يعني نبذه صغيره بس هنعرض كل ده، وخصوصا خطه باذن الله اما هتتعرض عليكم ان شاء الله باذن الله، اتمنى اللي هي يعني تنول ان شاء الله باذن الله الاعجاب بتاعكم. وفي نفس الوقت يعني انا عايز اطمنكم ان اصغر عامل في النادي الاهلي
لأكبر واحد في النادي الأهلي على رأس الإدارة التنفيذية، يعني ده بيشرفني إن أنا أكون موجود. كل الناس بتتعهد إليها تكون في خدمة أعضاء الجمعية والعمومية، لأن العاملين والموظفين في إدارة تنفيذية والعاملين في النادي بيشاركوا في هذا الحدث التاريخي عشان خاطر كلهم منتظرين هذه اللائحة اللي هتخدم النادي الأهلي وأعضائه خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. ربنا معاكم ويبارك لكم، وهي لحظة تاريخية زي ما أنت قلت، وبإذن الله الجمعية العمومية دي هتبقى حاجة ما حدش يقدر عليها بعد كده بإذن الله. يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وأعتقد حط السادة الأعضاء والجمهور كمان. دي صور التكريم النهاردة من الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة للجنة الصياغة النهائية اللي وضعت دستور النادي الأهلي. يعني هنلاقي فيه تكريم من الكابتن الخطيب وشكر لأعضاء لجنة الصياغة القانونية على كل ما قدموه من جهد قانوني وعلمي رائع جدا طوال فترات إعادة صياغة لائحة النظام الأساسي. وكاميرا الأهلي كانت موجودة وسجلت كل فريق شوارب هيجهز لنا كل ما تم تسجيله وتصويره لهذا اللحظة. دي لحظة مهمة جدا، والمستشار محمود فهمي في اللقطة اللي فاتت بيسلم الكابتن الخطيب مشروع اللائحة عشان يتعرض على مجلس الإدارة علشان يتم إقراره، وزي ما قال العميد محمد مرجان يبدأ من مساء الأربعاء وصباح الخميس تعليق نصوص اللائحة بالكامل في كل اللوحات الإعلانية في النادي عشان السادة الأعضاء كإشهار عام كل يشوف نصوص اللائحة اللي هيستفتى عليها يوم 28 إن شاء الله. كل التوفيق بإذن الله، وهبقى أقعد أنا وأنت عشان يبقى لنا برضو حاجه تتناسب قيمه هذا الحدث على مستوى ان شاء الله باذن الله. الكابتن الخطيب وجه الشكر للساده المستشارين وقال، وهو بالمناسبه يعني حفل التكريم اللي شفتوه حضراتكم حضروا الاستاذ العامري فاروق نائب رئيس النادي، والاستاذ خالد رندالي امين الصندوق، والاستاذ ابراهيم الكفراوي، والاستاذ طارق انديل، والكابتن جوهر نبيل، والاستاذ محمد الجرحي، والمهندس محمد سراج، والدكتور مهند مجدي أعضاء مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، وأعضاء اللجنة المركزية كلهم. والكابتن خطيب قدم درع خاص للمستشار محمود فهمي والمستشار مجدي العجاتي وزير شؤون مجلس النواب السابق ونائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أسامة أندير رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار أحمد حسان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل السابق ورئيس محكمة الاستئناف، والمستشار أحمد حسين مستشار مجلس الدولة للمراجعة اللغوية والقانونية، والمستشار علاء أنديل، والأستاذ محمد فتحي المشرف العام على الشؤون القانونية في النادي. شوفوا كوكبة من رجال القضاء الأجلاء اللي حطوا فكرهم وعلمهم وإسهاماتهم في الصياغة النهائية لدستور الأهلي. شوفوا حجم وقامات الناس اللي تعبت من أجل أن يرى دستور الأهلي النور في صياغة رصينة لائقة ذات قيمة بالنادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي وعضو النادي الأهلي. فما أعتقدش في أي عضو يقدر إزاء هذا المجهود الكبير يكسل ينزل يوم 28 أنا عايز كمان ضمن الأفكار ما أنا مش ههمد وعايزك تعمل كده أنت كمان. اتفضل. كل عضو يحتفظ هو ولاده بنسخة من اللائحة ويمضوا عليها كل شخصية مشهورة تقابلهم، يمضوا ويبقى زي كتاب اوتوغراف كده، اوتوغرافات. أيوة. تبقى تاريخ تتحط بعد كام سنه الولاد دول يقولوا لاولادهم الصغيرين دول شوف احنا بقى الاهلي كان بيعمل ايه، ويوميها كان فلان الفلاني موجود واتصورت معاه ودي صورتي معاه، ويروح حاططها في الكتاب ده ويعمل لنفسه معرض في البيت. تفاعلات بقى كبار الكتاب والنقاد والمثقفين مع حدث الأهلي ومع هذا الحراك الديمقراطي الرائع جدا اللي النادي الأهلي بيحدثه، وهذه التجربة اللي بيثري بيها الممارسة الديمقراطية الحقيقية داخل النادي الأهلي لفتت انتباه واهتمام كل كبار الكتاب. الأستاذ إبراهيم حجازي الناقد الرياضي الكبير ربنا يديله الصحة وطولة العمر كتب في أهرام الجمعة مقالة مهمة جدا يحدث في الأهلي، مقالة طويلة يستحق عليها الأستاذ إبراهيم كل التحية، لكن من بين سطورها سريعا بيقول الذي فعله الخطيب ومجلسه إرساء لفلسفة قانون أعطى للرياضة ما كانت محرومة منه طوال عمرها
حقها في أن تحكم نفسها بنفسها وتضع لوائحها بنفسها. الخطيب ومجلسه نجح في استثارة طاقات أعضاء الأهل الكامنة، وهذا ما رأيناه في ورش عمل اللائحة التي جمعت أعضاء لم يتلاقوا من زمن، جمعهم الحماس لفكرة والحماس للمشاركة والحماس لأن يكون للأهل السبق في أن يكون للأعضاء رأي في كل بنود اللائحة قبل التصويت عليها. وبيقول الأستاذ إبراهيم حجازي: لماذا أصر الخطيب والمجلس على ذلك؟ لأن الجمعية العمومية التي تتم دعوتها للتصويت على لائحة مثلا إما أن تقبلها وإما أن ترفضها، وفي هذا ظلم للائحة وللجمعية. ليه؟ بيجيب الأستاذ إبراهيم حجازي بيقول: لأن الجمعية مدعوة للتصويت على لائحة فيها بنود كثيرة بنعم أو لا، وليس مهما رأي العضو في بعض البنود. العضو يوافق على لائحة ويقول نعم رغم وجود بنود فيها هو أصلا يرفضها، أو يرفض العضو لائحة ويقول لا رغم وجود بنود فيها هو موافق عليها. خلل واضح قائم من زمان ومستمر للآن، تصدى له الخطيب ومجلسه بإتاحة الفرصة للأعضاء للمشاركة في وضع لائحة نديم من خلال ورش عمل وثلاث ندوات أثمرت قرابة 3000 اقتراح للأعضاء. بينهي الأستاذ إبراهيم حجازي مقالته المهمة: الخلل انتهى، الجمعية المدعوة يوم 28 سبتمبر للتصويت على لائحة هي التي وضعتها، وكل ما فيها من بنود بموافقتها. انتهى زمن الموافقة على لائحة بها بنود مرفوضة تبقى العمر خميرة عكننة. الأهلي، جمعية عمومية ومجلس إدارة رسخوا مبدأ وصنعوا نموذجا في العمل العام، وليس في هذا جديد على الأهلي. ده قلم أهلاوي. آه. طب كم واحد بقى مش أهلاوي أشادوا بهذا الأمر؟ شفنا الأستاذ محمد سيف. آه. وأنت يعني حتى استضفته. آه. وشفت إزاي رأيه كان إيه؟ صحيح. شفنا الأستاذ عماد الدين حسين وهو ليس أهلاوية. آه. شوف كان فرحان ومرتاح وهو يناقش هذه اللائحة وإحنا في اجتماع الإعلاميين عشان يعلقوا، وكتب برضو أظن أنه كتب حاجة جميلة. كتب الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق وهو عضو في النادي الأهلي: الديمقراطية في النادي الأهلي. وقال عماد الدين حسين: قبل أيام تلقيت دعوة رسمية من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي للمساهمة في النقاش الدائر بشأن مشروع لائحة النظام الأساسي، ومرفق معها نسخة للمناقشة مطبوعة على ورق فاخر وغلافها مميز بلونه الأحمر. بعد وصول الرسالة بقليل تلقيت اتصالا كريما من الصديق والكاتب الصحفي إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي يدعوني لحضور جلسة نقاشية تضم بعض الكتاب والصحفيين لنفس الغرض. وتحدث عماد الدين حسين عن حضور هذه الورشة بكل من فيها، ثم بدأ يتناول ما حدث. فبيقول: سار نقاش موسع أيضا حول المقر الرئيسي والمقر الفرعية، وهل يحق للأهلي لأعضاء فرع زايد الذين يدفعون 70,000 جنيه فقط أن يتمتعوا بنفس حقوق. وبيقول: ما فهمته أن مجلس الإدارة اعتمد الصورة النهائية لمشروع اللائحة، وقرر المجلس تعديل 31 بندا كل التمنيات لأعضاء الجمعية العمومية بالتوفيق في صياغة دستور الأهلي، والأمل أن يتم تعميم ما حدث ليس فقط في كل الأندية بل والمؤسسات والهيئات المصرية، والأهم كما يقول عماد الدين حسين أن تصل إلى المدرجات والمشجعين حتى نلحق ببقية الأمم المتحضرة. العزيز إن هو كاتب لك كل الحاضرين كانوا أهلاوية، ها؟ باستثناء العبد لله. باستثناء العبد لله وهو معانا على التليفون. أستاذ عماد أهلا بيك. أهلا بيك يا إبراهيم، إزي حضرتك ومساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا عماد. انت كاتب ان انا سايب لك كل حاجه بس هتصلح غلطتك، بس انت ما جاوبتش على السؤال. لا صعب، ما حدش يصلح غلطته. الغلطه حتى هي طبعا مش غلطه، غلطه ده من وجهه نظرك، هي من وجهه نظرك. لا لا غلطه غلطه كبيره، بس خلينا اعديها لك. مش بالظبط كده. لا استاذ عماد، انا زملكاوي حب الاهلي مؤكد. انت نموذج للناس اللي عايزين نشوفها في علاقتها بالاخر. الله يخليك. أستاذ عماد، أنت شاهدت ما حدث وراصد هذا الاهتمام الحقيقة من النادي الأهلي أنه الأعضاء هم اللي يشاركوا، وزي ما قال لنا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي قبل مداخلتك أنه أو قبل ما احنا نتصل بيك
انه في حوالي 52 ماده، 52 ماده تم تعديلها بناء على اجماع الاعضاء، و16 ماده ولا 12 ماده اتشطبوا، وفي 12 اتشالت بناء وكان المجلس حاطط معيار انه ما يتم الاتفاق عليه بنسبه تزيد عن 72% يتم تغييره. انت شايف هذا الحراك الديمقراطي ازاي؟ انا شايف انه ده نموذج محترم ونموذج جيد، للاسف الشديد مش موجود في حتت كثيره جدا. انا كتبت لان انا عشت، يعني تشرفت ان انا قعدت معاكم. اهو عماد الصوره اهي بتاعتك منورانا. الله الله يخليك يا باشمهندس. فكنت مبسوط ان انا شفت هذا النقاش، والقصه بالنسبه لي بالفعل مش قصه كوره ولا اهلي ولا زمالك ولا نادي بس، لا هي قصه نموذج وعدوى جميلة. نتمنى أن هي تبقى موجودة في كل مكان. النقاش كان محترم وحيوي وفعال، والناس بتسمع بعضها والناس بتتحرك وبتقول وبياخدوا وبيدوا بجو محترم من النقاش. وبالتالي ده لو تكرر، أنا يوم كتبت كان 31 بند اللي تعدلوا، طبيعة الحال ارتفعوا بعد ما تم تجميع كل الاقتراحات، وقلت لكل الناس اللي حواليا حتى من فيهم يعني بعض الاخوه الزملكاويه بيقول لي انت رحت عشان تعمل دعايه للاهلي، قلت له انا بعمل حاجه جميله، الحاجه محترمه جدا، اتمنى ان هي ما تكون موجوده بالفعل مش بس في الزمالك، في كل مكان، لان ربما او المؤكد ان احنا لما نصلح وكل الناس يقعدوا ويتناقشوا لحد ما يوصلوا لحاجه متفق عليها، انا اظن دي بدايه الاصلاح الحقيقي. مصر مشكلتها الحقيقه مش نقص الفلوس ولا فقر الموارد، احيانا مصر مشكلتها الحقيقيه هي الاداره. تتوقع 28 سبتمبر يكون في استجابه كبيره من اعضاء النادي؟ ظن الشخصي بالقراءه اللي شفته واللي قريته عن ورش العمل اللي اتعملت والنقاشات الكثيره واللجان النوعيه والاهتمام والردود اللي على السوشيال ميديا او الايميل الناس اللي بعتت عليه الردود، انا اظن ان يبقى فيه اكتمال وموافقه، يعني هذا ظني بناء على ما تابعته من نقاشات وكلام وبعض الندوات اللي قريت عنها اللي كانت بتتم، سواء كان فيها الكابتن محمود الخطيب او بقيه اعضاء مجلس الاداره. يعني في البدايه استاذ عماد كان بعد يقول لك يعني حوار مجتمعي زي ما هيعملوا اللائحه وبعدين هيعملوا اللي في 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 دماغهم، لكن اعتقد دلوقتي النموذج اكد على مصداقيه التجربه وان المساله كانت بجد ما كانتش شكليه. تمام، انا من سوء الحظ ان احنا مصطلح الحوار المجتمعي تم ابتذاله صحيح في مرات كثيره جدا في قضايا كثيره جدا، وما كانش كان بيبقى شكلي او احيانا حوار طرشان الا ما ندر، لكن اللي حصل في يعني اللي انا بقوله ودي شهاده حق ان انا شفتها، ما رايته كان حوار حقيقي، يعني على الاقل في مجموعه الاعلاميين اللي انا كنت واحد منهم لما قعدت مع حضراتكم الجمعه اللي قبل اللي فات، وما سمعته من اخرين في لجان نوعيه اخرى وما قراته، بالفعل كان حوار جيد، والدليل ان هو انا هقول لحضرتك على حاجه بسيطه جدا، قبل يعني احد الاصدقاء قبل ما اروح القعده عندكم بيقول لي ارجوك في بند بخصوص المطلقه او الارمله ارجوك لازم تسيره لانه مش عادي بحاجات زي كده. اول ما قعدت وكنت وانتم بتتناقشوا لسه بتكلم قلت له عدلناه، فده كان بالنسبه لي مؤشر جيد انه فيه انه تم الانتباه الى شكاوي اخرى او كلمات اخرى او مداخلات اخرى من اعضاء اخرين، وبيتم الاستجابه اول باول للمطالب اللي هي تبدو منطقيه. وبالتالي ازاي نقدر نعمم هذا النموذج؟ انا اظن انه كل نادي عليه انه يطالع هذه التجربه ويدرسها كويس جدا ويحاول ان يطبقها. يعني اهم حاجه من اما يتقال اكتر من 3000 مشارك اقتراح مشارك، يعني ده معناه ان الناس قالت اللائحه فعلا وفصصتها واتفقت واختلفت مع حاجات وتنوعت عمليات الاتفاق والخلاف، هو ده الحراك المجتمعي الذي حتى يؤدي الى ايه؟ تطوير ثقافه العضو بناديه. هو دلوقتي بقى عارف هو شارك ان دي لائحه لا تحكم وهتنظم حقوقه، اما يحصل له حتى حاجه يبقى عارف حقه فين. يعني كان تملي في الانديه يقول لك ايه، ما تدونا النظام اللي احنا ماشيين عليه، احنا اديناه لك وانت اللي حطيته وانت اللي هتقره وانت اللي هيطبق مع عليك وعلينا ولتلتزم بيه. ف يعني
هنشوفك يوم الجمعيه طبعا، مش هتكتفي بال لا مره ثانيه القصه بس رياضه والنادي الاهلي، هي فكره احوال المجتمع في كل مكان. أي. يعني من اول الـ الـ الهيئات الصغيره، الانديه، الجمعيات العموميه، النقابات، وصولا الى الانتخابات المحليه ثم الانتخابات النيابيه والرئاسيه. هي فكره المشاركه كفكره، لما انت بتنزل بتضمن حقك وبتضمن ان الفكر الاغلبيه هو اللي بيسود، وبالتالي وقتها مش هتقول هو ايه اللي بيحصل، لان لما العضو الاهلي بيروح يحضر الجمعيه العموميه بتاعته وبيشارك وبيصوت، محدش يفرض عليه حاجه من بره، من لجنه او اداره او هيئه او اي حاجه. وده لو عممناه يعني مدينا الخط على استحمامته زي ما بيقولوا، هنكون عملنا حاجه كثيره جدا للبلد وللمجتمع المدني ولفكره الاداره نفسها والمشاركه بمعناها الحقيقي، مش الغوغائي كما يحدث في بعض الهيئات. طيب احنا معادنا نلتقي يوميها ومعاك عدد كبير من اصدقائنا المشتركين، علشان في ناس عايزه تتصور معاك فعلا يعني. فارجوك نتشرف وانا وعدتهم انك هتكون موجود وهتتصور معاه. ان شاء الله نصورك جنب دولاب البطولات كمان. لا ده هنصوره وهيمضي عليها وياخدها معاه. صور جنب الدوري. مش عايزين ندخل في جدل طويل يعني. لا 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 لا، ما ده يوم جميل. شكرا جزيلا للصديق. شاكرين على مداخلتك واهتمامك اللي عودتنا عليه وموضوعيتك اللي هي نموذج في احترام الاخر والاشاده بكل ايجابيات، مش بس توقف عند السلبيات. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق. بالاضافه الى مقاله الاستاذ ابراهيم حجازي والاستاذ عماد الدين حسين، ايضا في المصر اليوم كتبت الزميله ياسمين عبد العزيز المشرفه على الرياضه في المصر اليوم: ديمقراطيه الخطيب ودستور القلعه الحمراء. ورصدت ياسمين عبد العزيز بتقول: رائع ومقنع وجميل ما يجري على ساحة جمهورية الأهلي العظيمة، ذلك الكيان الكبير والعظيم بأبنائه ورجاله وقياداته ومثله وقيمه التي يتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل. شرفت منذ أسابيع بتلبية دعوة عزيزة وغالية تلقيتها من مجلس إدارة النادي برئاسة الأسطورة محمود الخطيب للمشاركة شأن كل الزملاء والزميلات في تدشين دستور الأهلي ولائحته التنفيذية الجديدة. وبتقول: المشهد الحضاري الذي شاهدت خلاله كيف تألق الخطيب ورفاقه في إرساء قواعد ديمقراطية الكبار في الحوار والنقاش والتنقيب للوصول إلى صيغة مثالية لدستور الأهلي العظيم، دفعتني للكتابة عن هذا الحدث التاريخي ولمناشدة أعضاء أسرة وعائلة الأهلي الحضور والتواجد بأعداد كبيرة يا باشمهندس. وتشرح ياسمين عبد العزيز في هذه المقالة المطولة الإجراءات اللي مجلس الإدارة عملها. النقط اللي كتبها العزيزة ابنتنا ياسمين عبد العزيز هي نقط موضوعية هي رصدتها ثانيا ثالثا رابعا خامسا سادسا سابعا ثامنا ثمان حاجات رصدتها كلها إيجابيات. أنا بس عايز أتوقف عند بنتنا ياسمين عبد العزيز لحظة، لأنها بداية علاقتي بيها كانت بداية عتاب شديد. لأن أنا رصدت أن صفحة المصر اليوم مترصدة النادي الأهلي، مترصدة كابتن خطيب، ومتجاوزة في بعض الأحيان. فابتديت أقول لها: صفحتكم غير متوازنة، هي في قبضة الإعلام الزملكاوي الذي يريد كله بصراحة الإخفاق لهذا المجلس. قالت لي: طب ما تيجي نشوف حل، لحد ما اكتشفت ان هي كمان زملكاويه. قلت لها: لا، انت تيجي بقى النادي الاهلي وتقربي وترصدي عن قرب. وكانت موجوده يوم ورشه الصحفيين، فكانت القناعه الشخصيه من التجربه العمليه والاحتكاك خرجت منبهره وتكتب بكل هذا الاحترام عن النادي الاهلي وهو المطلوب. احنا لا ننشد ان حد يسقف لنا، احنا لا ننشد ان حد يشوف حقيقتنا، واذا كان فيها حاجه حلوه يشير اليها، وما عندناش مانع نسمع بعض الايه العتاب او بعض النقد، لكن مش كله ضرب زي ما بيقولوا كده. فانا التجربه دي احنا كسبنا شخصيه محترمه محترمه وكسبنا احترامها للاهلي. صحيح. هي كانت بتشوف هي بتشوف عن قرب بقى، بتشوف عن بعد وبتسمع عيده. أيوة. والغطرسه فليس من راى كمن سمع. لما جت وقربت
الكتابه بتقول كده. دي ثالث مره تكتب في هذا الموضوع. ايوه ثالث مره صحيح. تكتب في هذا الموضوع لانه شافت بنفسها. ولما تشوف تطور كتاباتها كان البدايه سلبيه جدا، ثاني مره اشاده على استحياء، المره دي اشاده مسببه. أيوة. والله حتى تمن اسباب من اروع ما يمكن، لو كان الوقت يتسع لكنا قريناها. اوصيكم بقراءه بقاله ابنتنا العزيزه ياسمين عبد العزيز. ايضا في اخبار الرياضه كتب الصديق العزيز الاستاذ ايمن بدر رئيس التحرير نقطه نظام وسيذكر التاريخ انها عائله الاهلي. واستطرد ايمن بدر في مقاله مطوله كل نماذج العمل في هذه اللائحه. ومعنا على الهاتف الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ شريف اهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ ابراهيم، تحياتي لحضرتك ولاستاذنا المتحدث ولكل مشاهديك الكرام. الاستاذ العميد محمد مرجان يمكن سرد لنا من شويه كل التفاصيل اللي هتتم من تسهيلات، ماذا لديك من جديد؟ هو الحقيقه استاذ ابراهيم خليني اضع حضرتك مهندس عدلي بصفتكما اولا من رموز النادي الاهلي يعني قبل ان تكون اعلاميين نعتز بهما. النهارده كان يوم مشهود في تاريخ النادي الاهلي، انا بعتقد هو واحد من الايام المشهوده. الكاميرا رصدت هذا اليوم اللي بدا الحقيقه. الكاميرا رصدت بس احنا ما طلعناهوش لغايه دلوقتي. اتفضل. يعني لانه الجمهور هيبقى سعيد جدا معانا. انا اعتقد هو بيشوف هذه الصوره المشرقه. طبعا. اللي تطمئن جماهير النادي الاهلي اللي هي بتمثل السواد الاعظم من جمهور الكره في مصر. على النادي الاهلي وعلى مستقبله. الحقيقه انه كان هناك حرص من مجلس اداره النادي الاهلي كاملا بقياده الكابتن محمود الخطيب، ولم يغب عنه الا عضوين هما المهندس المحترم خالد مرتجي لظروف السفر خارج البلاد، وايضا الاستاذ محمد دماطي لظروف السفر خارج البلاد ايضا، المهندس خالد في لندن والاستاذ دماطي في كندا لظروف عمل يعني. فالحقيقه انه كان تفاجئنا بوصول البروفة النهائية للائحة النظام الأساسي التي قال عنها المستشار علاء أنديل وهو خبير في اللوائح وشارك في إعداد عدد كبير من اللوائح في الأندية المختلفة والاتحادات أستاذ إبراهيم، قال إنه هذه أول مرة أشارك في إعداد لائحة خالية ومنزهة عن الهوى. أيوه ده أبسط توصيف على فكرة وأصدق توصيف. ده حقيقة يا باشمهندس، يعني أنا بسأل الراجل بقول له أنت راضي يا علاء بيه؟ قال لي أنا أول مرة أشارك في إعداد لائحة، وأنا شاركت في إعداد لوائح نادي كذا ونادي كذا واتحاد كذا واتحاد كذا بدون ذكر الأسماء، يعني هذه أول مرة أشارك فيها في لائحة منزهة وبعيدة عن الهوى. الحقيقة إنه كمان المدقق اللغوي العظيم سيادة المستشار أحمد حسين من مجلس الدولة اللي هو راجع ودقق الدستور المصري 2014 بخبرته القانونية واللغوية، وانت عارف جمال اللغه استاذ ابراهيم طبعا المهندس عدلي، قال انه كان فخور وهو بيقرا كل بند من هذه اللائحه وبيراجع كل حرف وكل سكنه وكل همسه يعني. فالحقيقه انه كان الكابتن محمود الخطيب حريص على انه بعد ان تسلم هذا المشروع من السيد المستشار القائمه الاهليه الكبيره محمود فهمي والساده اعضاء لجنه الصياغه واعضاء لجنه الاعداد، حرص على تكريمهم جميعا وقال لهم انه انا الحقيقه مندهش وبتساءل ما الذي يجمع كل هذه القامات لتعمل ما يقرب من 20 ساعة في داخل قران النادي الأهلي سوى حب النادي الأهلي والانتماء ليه، والحب والانتماء ده هو اللي والاحترام الاحترام اللي هي الأهم. وده اللي احنا تعلمناه في النادي الأهلي يا باشمهندس عدلي، يعني نستفيد من القمم والقامات وبعدين جيل الوسط يتنقل له الحقيقة كل الخبرات، ثم يتم إعداد من الشباب يشرف حاجة تفرح الحقيقة لما تشوف النهارده الناس موجودة في قاعة فكري أباظة، كابتن محمود الخطيب بيشكرهم ثم بيتسلم مشروع اللائحة ثم يحرص على تكريمهم وتقديم درع النادي الأهلي في أبسط حاجة عبر بيها عن تقديره وامتنانه لأعضاء اللجنة ثم صورة تذكارية. فالحقيقة احنا كمان بعتبر أنفسنا يعني محظوظين يا باشمهندس عدلي إن أنا شهود على هذا التاريخ الذي يصنع بالتأكيد بالتأكيد وهو وانطلاقة كبيرة للنادي الأهلي وعلى الجمعيه العموميه. انا كعضو جمعيه عموميه بقى مش كمتحدث باسم مجلس اداره النادي الاهلي، لا انا كعضو جمعيه عموميه بقول انه انا فخور بالانتماء لهذا النادي العظيم، وانه ما لم نتوجه يعني جميعا الى صناديق الاقتراع يوم 28 سبتمبر للتصويت على هذه اللائحه سنبقى محكومين باللائحه الاسترشاديه، وبالتالي سنفقد الكثير جدا 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 من الاستقرار. انت عارف يا استاذ شريف كل واحد هجيب ولاده انا بقول يتصوروا هذا اليوم مع معلم من معالم النادي.
عشان يبقى تاريخيا يعرفوا ان هم وهم صغيرين شاركوا في هذا الحدث ويتحدثوا عنه بفخر ويرتبطوا اكثر بناديهم ويعلموا لماذا هو في هذه المكانه، ليس بالبطولات وحدها يتميز الاهلي، ولكنه يتميز الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم. نشكرك استاذ شريف. شكرا استاذ شريف فؤاد، والى لقاءات مقبله. النادي هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل المايسترو كمان وكمان، وكلام مهم للمهندس عادل القيعي عن طيب الذكر كابتن صالح سليم عليه رحمة الله. بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. دائما وأبدا يبقى المايسترو خالد الذكر، يبقى اسم صالح سليم محفورا في وجدان كل الأهلوية. الحلقة اللي فاتت مع ذكرى ميلاده تذكرنا كيف أن هذا الرجل حتى لدى الشباب اللي لا عاصروه ولا عايشوه ولا شافوه، وربما منهم من ولد بعد وفاته في 6 مايو 2002، لكن بقي الجميع مجرد ما جت ذكرى ميلاد صالح سليم في 11 سبتمبر، الناس اللي ما كانتش بتاخد بالها من التاريخ حتى في حياته أصبحوا يحتفلون به بعد ما ماتوا، فكان الميلاد بعد الوفاة. المهندس عدلي غاب عننا الحلقة الماضية، أردت أن تتذكر المايسترو النهاردة. هناخده بطريقة سريعة وجديدة. اتكلمنا عن الستوريز والقصص الكتيرة اللي ممكن نتكلم فيها لعشر حلقات ما نكررش نفسنا. فهنستعرض مجموعة من الصور، لكل صورة معنى وذكرى. اخترت لنا أنت الحقيقة مجموعة موفقة جدا، وقلت لي علق لي على كل صورة، فلنبدأ. اتفضل. دي كابتن صالح وكابتن طارق سليم في لحظة عمل رئيس النادي وهو مع مدير الكرة. شوف الاهتمام والجدية اللي الاثنين بيتباحثوا بيها. ها، هذه شخصية مسؤول مع رئيس ومرؤوس في مسؤولية مشتركة. شوف الصورة اللي بعديها بقى، هذه صورة بقى مختلفة خالص، كل الحنوة بقى. هذه الصورة من يحنو على الآخر، هي موقف احتواء. الجديد في هذه الصورة هو مين اللي محتوي التاني، هو مين اللي باصص من فوق بمنتهى الفخر على اللي بيحضنه. كابتن طارق بيبص لكابتن صالح، ايه ده، مين ده، وبيحضنه بعاطفة مشبوبة. يوم الكابتن صالح بابتسامة جميلة وبضمة خفيفة يحتويه. هذه صورة فيها تجسد كل معاني الحب والاحترام والاحتواء. شفنا صورة العمل، شفنا الصورة الإنسانية غيره. طيب الكابتن صالح والرموز. انا هنا هحكي بسرعه قصه سريعه كده. الزعيم عادل امام لم يكن اهلاويا، وكان من باب المناكفه، واحنا في الكليه انا وصلاح سعدني الفنان العظيم في كليه الزراعه، احنا كنا الثلاثه مع بعض، فكان يقعد يعني يناكفنا، يعني هو ما كانش مهتم قوي بالكوره، لكن خد الطرف الاخر عشان يناكفنا. ودي الفنان العظيم صلاح السعداني. بس خلينا عند صورة الفنان عادل إمام الأول. كان في صورة يا ريتني جبتها لكم وهو بيلعب طاولة في النادي الأهلي، صورة جميلة قوي. الكابتن الفنان العظيم عادل إمام خدته وكان بيصور فيلم، قلت له فرصة بقى تشوف النادي الأهلي عن قرب، نفس فكرة انك تشوف الأهلي من بعد وتشوفه من قرب. ما تخلينا صورة عامة واحنا بنتكلم، الناس زهقانة مني. وكان يوميها ماتش، قعدنا في النادي شويه، رحنا الماتش ورجعنا، قال لي ده احنا طالعين من التراب الميتين طالعين، يقولوا اهلي اهلي، ايه الاهلي بتاعكم ده يا عم؟ ابتدى يتردد وابتدى يعرف الكابتن صالح، اصبح هو واولاده اهلاويه جامدين جدا. احترام للكيان اللي تعرف عليه، والكابتن صالح كان يقدره تقدير هائل يعني. الصورة اللي بعديها كابتن صلاح السعداني، ده راجل أهلاوي وعضو نادي وابنه أعضاء في النادي، شفاه الله وعافاه، الذي طبعا ربنا يشفيه، لكن الذي لا يعلمه الكثيرون أن أحمد السعداني كان لاعب كرة السلة في النادي الأهلي. يعني اللي يشوفوه بطوله الفرع ده ويستخسره، لا، كان لو لم يجذبه الفن واستغرقه وشفته مننا كان ممكن يبقى لعيب باسكت هائل. دي مجلس الإدارة في الجولة التكميلية، دي المؤسس إبراهيم المعلم ورا واقف محرم الراغب، و
موجود فاروق رجب رحمه الله عليه، بعض الشخصيات كابتن حسن حمدي طبعا غيره. هنا الكابتن صالح وهو يتسلم بصفته كابتن نادي الاهلي كاس مصر، كاس غاليه جدا هنشوفه بقى، ومعاه طبعا الرمز الكبير حلمي زموره، ايوه رمز الزمالك، هنشوفه بقى وهو يتسلم اخر، لا لسه هنا كابتن صالح يقف على يساره وانا اللي مدي ظهره ده باين عثمان السعد. عثمان السعد في البطوله العربيه في 96 في 96 انا مش عارف مين اللي مدي ظهره. المهم الكابتن صالح اللي بيتهموه بالتعالي هو يحيي جماهير النادي الاهلي بصدق وبرقي وبدون مبالغه. غير كابتن صالح في جولة انتخابية، طب أنا جبت الصورة دي ليه؟ شايف التدافع والابتسامة التي لم تفارقه؟ اللي على يمينه ده يا جماعة أول صاحب هاتريك في الزمالك، الهداف العظيم توتو. وعلى فكرة توتو قريب اللاعب طارق سعيد. وعشان كده طارق ابتدى في الأهلي. طنطا. من طنطا النادي الأهلي، توتو ده كان لعيب هايل وفرود هايل وهداف كان تاريخي لحد ما جاء ابو تريكه وعماد متعب تجاوزوا ارقامه، وطبعا خالد بيبو. كابتن صالح كابتن زموره وهما يقدروا جامد كانوا يحبوا بعض وكانوا يحترموا بعض جدا، وفي لحظه حميميه بتجمعهم وبعض يعني نجوم الفريقين الاهلي والزمالك. الحقيقه ده مدرب النادي الاهلي اعتقد انه بروتيتش وكابتن عبد الوهاب سليم والكابتن صالح سليم، الكابتن عبد الوهاب والكابتن صالح والكابتن طارق لعبوا مع بعض في النادي الاهلي وفي منتخب مصر، بس الكابتن عبد الوهاب بطل قبليهم فما شاركش معاهم كثيرا في هذا الامر. بروتيتش ده هو احد يعني هنقول هيدوكوتي فايسا جوسيه، لازم تذكر قبليهم بروتيتش و فريدز لان دول غيروا طرق اللعب في النادي الاهلي. ما فيش مدرب دخل النادي الاهلي اجنبي وطور اللعب زي قد الخمسه دول، يعني فريدز بروتيتش فايسا مانو جوزيه. دون ريفي جه عمل جماليات رائعه للفريق بس قعد اربع شهور، لكن كان له بصمه. وهيدوكوتي طبعا عميقه، وهيدوكوتي انا اقصد هيدوكوتي بروتيتش هيدوكوتي كان بينهم تتكش. يلا يا سيدي غيره. هوايات الكابتن صالح سليم بقى، بخلاف طبعا واضح ان الكابتن صالح كان بيلعب تنس، كان بيركب عجل، كان عنده هوايه تانية هنشوفها دلوقتي غريبه جدا الناس ما تعرفهاش عنه. اهو كابتن صالح رايح راكب عجله، دي مش في جيم، ده رايح يعمل شوبينج. شوف البساطه والتواضع. كمان دي بقى هوايه محدش يعرفها عن الكابتن صالح سليم، يعمل قهوته بنفسه. لا مش قهوته، صالح سليم كان طباخ بريمو. كان يعمل، كان يقدر يعمل لك حفله، هو اللي الشيف بتاع الحفله لوحده، وكثيرا ما كان لما يعزمنا هو اللي يطبخ ويقدم لنا. وما كانش اكل قوي بس كان ياكل بمزاج. كان اكلته المفضله حاجه اسمها البايتا، ودي اكله اسباني سمك يعني سي فود وكده بالرز، ليها او هو اللي عرفني عليه، كان في جنوب افريقيا راح طلبها. و فكان صالح يحب يشتغل بايده حتى في النجاره والجرافيك، كان غاوي الحاجات دي يعني، ما عندناش صوره ليه وهو بيعمل جرافيك. غيره قلنا وهو بيستلم كاس مصر، تعالى وهو بيستلم اخر وسام نادي القرن وسام نادي القرن مع السفيره نائله جبر على منصه التتويج بلقب نادي القرن الافريقي، والتي المهمه الوحيده اللي طلبها كرئيس نادي مع النادي الاهلي كانت هي دي. وانا كنت عضو في نادي الجزيره، مدير نادي الجزيره، وقال لي عدلي تعالى لي في النادي الاهلي، وبعدين فاجئني بما يكرمني طول حياتي، انت هتطلع معايا هذه السفريه. واتحرك، دي الكلمة بتاعته طبعا، وهو بيقول نتمنى نيجي بعد في القرن سنة الجديد في القرن الجديد في نفس المناسبة واحنا بنستلم نفس الجائزة.
والحقيقه النادي الاهلي يسير قدما في الاحتفاظ بيها. دي بقى واحنا اما جات الجائزه على الترابيزه والكابتن صالح وانا كان موجود كمان معانا الكابتن محمود الخطيب وتعرفنا على شخصيتين من اروع ما يكون، طبعا السفيره نائله جبر ولكن ايضا السفير ياسر مراد يا رب يكون لقونا الصوره اللي بتجمعنا، واعطيها شقران الملحق الاعلامي اللي كان بالصدفه هو رئيس اللجنه الاعلاميه معانا في البطوله العربيه. ايوه وقام بدور هايل يعني. دي بقى صوره حصاد العمر عندما تصبح من شخص تتحول الى فكره. الجسد يموت ويفنى ولكن فكرة لا تفنى، فتيستحضرها جمهور الأهلي بهذا العنوان الأب الروحي، ولكن في كل مناسبة يضيق حال أو يتأسم أنه يستنجد بالكابتن صالح سليم. ماذا لو كنت موجود؟ أنا بعملها على فكرة كتير والله بيني وبين نفسي. كابتن صالح في أكثر من مناسبة واتكرم في المدرجات بمثل هذه اللوحات. دي حاجات سريعة ادتنا ملمح أو ملامح من الكابتن صالح سليم عليه رحمة الله. لكن فقرتنا القط والفار وجهان لعملة واحدة. الفار طبعا مش الفار، ولكنه خاصية استخدام الفار أو الحكم حكم الفيديو المساعد. أخطاء التحكيم استفزت ناس كتيرة، ومنها ما هو تاريخي، لأنه قلنا لكم قبل كده الناس خلصت الشماعات، فمن ضمن الشماعات اتضح أنه لا، دي مسألة تاريخية جدا، والناس دي عايشة في حتة اتهام الأهلي بالتحكيم من زمان قوي. الزميل أحمد أسامة على اليوتيوب استفزوا الاستخدام شماعات التحكيم عمال على بطال، فعمل فيديو لطيف نفكر حضراتكم بيه قبل ما نشوف القط والفار ازاي هم وجهان لعملة واحدة. احنا بالنسبة لفكرة الاخطاء التحكيمية الفادة اللي هي دايما ضد الزمالك، حلقتنا النهاردة عن خطأ تحكيمي فادة ربما يكون الخطأ التحكيمي الفادح الاول في تاريخ البطولات المصرية موثق. تعالوا نشوف ايه هو الخطأ التحكيمي ونشوف مين النادي اللي بيتجامل وما بياخدش حد. في تاريخ 17 يناير 1930 التقى الاتحاد مع المختلط على ملعب السكة الحديد في بطولة كأس السلطان حسين في دور الثمانية، وقبل ما تنتهي المباراة انسحب نادي الاتحاد اعتراضا على أخطاء تحكيمية فادحة، ولأن مفيش فيديو في الوقت ده فمفيش قدامنا حاجة نقدر نستشهد بيها غير جريدة الأهرام، والأهم من الاستشهاد بجريدة الأهرام إن احنا نستشهد بمقالات الكاتب إبراهيم علام جهينة، واللي ما يعرفوش ده أحد أهم الكوادر اللي ساعد في تمصير نادي المختلط اللي هو نادي الزمالك حاليا، يعني شهادته هتكون على طريقة وشهد شاهد من أهلها. لكن إيه هي أحداث المباراة اللي حكاها إبراهيم علام جهينة؟ الاتحاد بيتقدم على الزمالك في الدقيقة 25 وبينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد 1-0. بينزل الزمالك ضغط الشوط الثاني، وفي أول 10 دقائق كرة على حدود منطقة جزاء الاتحاد بيصوبها مصطفى كامل طه مهاجم الزمالك، بتيجي في العارضه وتخرج، والحكم بيروح لمراقب المباراه وفي الاخر بيحسب الكره دي هدف. بيعترض الاتحاد ولكنهم بيكملوا المباراه اللي قبل نهايتها بدقائق معدوده، بيحسب الحكم مره ثانيه فاول على حدود منطقه جزاء الاتحاد. محمد لطيف بيلعب الكوره بيمسكها حارس الاتحاد وينام بيها على الارض، يجي مهاجم الزمالك يحاول يضرب الكوره برجله من ايد حارس الاتحاد، فيروح مدافع للاتحاد يحاول يبعد مهاجم الزمالك، فالحكم يفاجئ الجميع ويصفر ضربه جزاء لنادي الزمالك، تقوم الدنيا وينسحب الاتحاد وما يكملش المباراه. وعشان عارف ان انت مش بتصدق بسهوله هقرا لك بالظبط اللي كتبه ابراهيم علام بتاريخ 18 مارس 1930 في جريده الاهرام. ابراهيم علام كاتب بيقول ايه في الفقره دي؟ بيقول: واستمر اللعب سجالا بين الفريقين الى ان انتهى الشوط الاول وبدا الشوط الثاني بنشاط من المختلط، وكانت هجمته امام مرمى الاتحاد بعد الدقائق العشر الاولى، وصادفت الكره رجل مصطفى كامل فاطلقها الى المرمى فتقابلت مع العارضه ثم خرجت الى الميدان، وهنا ظهر تردد الحكم فاستعان باحد مرتبي الخطوط وسجل اصابته التعادل مع ما احاطها من الشك والغموض الكثير، واستمر اللعب والسكندريون في وجل من الحكم بعد هذا التصرف المزري، إلى أن تصادم خميس بجسمه مع لطيف قبيل انتهاء المباراة،
بدقائق معدوده فاحتسبها الحكم ضربه خطا على الاتحاد. اطلقها لطيف فتشبث زكي حارس المرمى بالكره وانطرح ارضا. وقد راينا السيد اباظه يحاول ضرب الكره من بين يديه وهو ملقى على الارض. فيتصدى له السوري ليبعده حتى يقوم هذا المتعوس من كبوته اللي هو مهاجم الزمالك. ولكن شاء الحكم بل شاء نحسه وعدم توفيقه الى ان يحتسب ضرب الجزاء ضد السوري. وهنا قامت العاصفه. ده خطأين تحكيميين في مباراه في كأس السلطان حسين فادحين. الاهم بقى من كل ده ان نادي الاتحاد لما بعت شكوى للجنه المسابقات كمان كان محتاج حد ينصفه من لجنه المسابقات نفسها اللي بعتت له قبل المباراه تحذير ان حسن رجب لو عمل اي فاول احنا بلغنا حكم المباراه يطرده بدون انذار. متخيل؟ يعني تخيل كده لو الحاج عامر حسين بعت خطاب لنادي الزمالك قبل اي مباراه وقال له احنا كلمنا الحكم لو طارق حامد عمل اي فاول عشان لعبه خشن هنطرده على طول. وده بالظبط اللي حصل مع الاتحاد حسن رجب من لجنه المسابقات. وبرده ده مش كلامي، ده كلام نشره ابراهيم علام في 22 يناير 1930 تحت عنوان الاتحاد يطلب انصافه. طبعا لم يتم انصاف فريق الاتحاد وباخطاء تحكيميه فادحه وفضيحه على مستوى لجنه المسابقات صعد الزمالك للدور قبل النهائي لمواجهه النادي الاهلي وقدر يفوز على النادي الاهلي 3-1 في غياب 3 من اهم نجوم النادي الاهلي في الوقت ده عشان يلعب الزمالك مع الترسانه على نهائي كاس السلطان حسين. ولكن نادي الترسانه بيفوز 1-0 وده بيؤكد كلامنا ان انت ممكن تتجامل تحكيميا وتخسر البطوله عادي. طبعا في اول حلقه وانا قايل ان صعب جدا نوثق الكلام ده بالفيديو في سنه 1930 وان اعتمادنا الكلي كان على ارشيف جريده الاهرام والاهم على مقالات الزملكاوي ابراهيم علام لهنا، ودي نسخه طبق الاصل من اللي موجود في جريده الاهرام دي بتاريخ 18 مارس 1930 وادي ختم صوره طبق الاصل وبيتكلم عن احداث المباراه، ودي نسخه طبق الاصل برضه بختم مؤسسه الاهرام 22 يناير 1930 وبيتكلم عن لجنه الكاس السلطانيه تفسر مساله حسن رجب والرساله اللي بعتتها لنادي الاتحاد، ودي الصوره الاهم وهي صوره خروج النادي الاهلي من الدور قبل النهائي في كاس السلطان حسين على يد الزمالك. هتلاقي العنوان مكتوب الاهلي يخرج من مسابقه الكاس السلطانيه، مش حتى مكتوب مين اللي فاز وصعد للمباراه النهائيه، ودي بتاريخ 8 مارس 1930 وبتدل على شعبيه وقيمه وحجم النادي الاهلي قدام الفرق الاخرى. يعني البحث عن التوثيق لكل هذه الاحداث والكلام في البطولات الحرام والبطولات الحلال دفعت أحمد أسامة كما دفعت آخرين كثر للتنقيب في التاريخ. أحمد أسامة بيقف عند كأس السلطان حسين في سنة 30 وإزاي كان الاتحاد لفت نظري حاجتين مهمين جدا. أنه استند على كلام جهينة لا إبراهيم الأب أحمد علام الإبن اللي زي صار على نهج والده رحمة الله عليهم الاثنين. كانوا زملكاويه انا احمد علامه يعني غلاه انا كنت اقعد معاه واتحاور معاه يعني لا كان راجل زملكاوي زملكاوي يعني مدرجات يعني فكان ابراهيم علام وهو زملكاوي لكن لما جه يكتب كتب رصد ما راه بامانه شديده جدا. فالرصد هنا مش جاي من حد يعني ما بيحبش الزمالك، لا من حد يحب الزمالك. لفت نظري العنوان اللي كتبه الاهلي يخرج بكاس السلطانيه، يعني هو ده الحدث مش مين اللي فاز بالكاس، مين اللي كسب. صحيح، يعني الحدث ان يخرج الاهلي من الكاس مش مين اللي طيب. فاز. طيب هذا المدخل التاريخي لهذه الفقره الفار او القط والفار وجهان لعمله واحده. يعود الزمن يلف دايرته الكامله ونيجي في 2018 يشكو الاهلي من سوء التحكيم، يطلع بيان واضح وصريح يطالب بتطوير منظومه التحكيم ويطالب اتحاد الكره بالاطلاع بمسؤولياته، وبعد كده تحصل تطورات. نشوف الكابتن مدحت شلبي اللي كان له راي ضد بيان النادي الاهلي ومطالبه النادي الاهلي بالفار او باستخدام التكنولوجيا لتطوير التحكيم. نشوف الكابتن مدحت اخر راي ليه ايه. انتصار تغريدة أبو ناصر مش بنجامله لأنه الراجل عملها من 4 أيام، النهارده كان في استجابة خلاص، 1+1 = 2 واضحة.
ومن قبليه الاهلي الحقيقه طالب باستعانه بحكام اجانب عشان يكون امناء ايضا، ولكن بفضل الله كان للتغريده اثرها الكبير جدا، وهي في نفس الوقت لابد ان نحيي اتحاد الكره على هذه الاستجابه عشان الناس تفهمها صح. وهذا لا يقلل من الحكام المصريين، تقنيه الفار هتساعدهم وهترسل العدل والحق لكل الفرق. الفار طبعا هو ما قالش حتى ان الاهلي كان من ضمن طلباته الاستعانه بالفار، يعني هو الاهلي تقريبا كل طلباته. طب ما نفكر طب الاهلي طلب ايه؟ نفكر الاهلي طلب ايه وقت ما الكابتن مدحت كان رايه ايه في بيان النادي الاهلي؟ يتحمل اتحاد الكره مسؤولياته في تطوير منظومه التحكيم باستخدام احدث الوسائل وتطبيق تقنيه الفار. على فكره دوريات كتير جدا قدنا 100 مره ما بتستخدمش تقنيه الفار، وفي مقدمتها الدوري الانجليزي. يعني مش كل دول العالم بتطبق تقنيه الفار. تقنيه الفار بتطبق العداله، انا معاك، بس كمان تقنيه الفار دي اسف اللي جاي يعني عايزه دول متقدمه ومتحضره. ازاي يعني؟ يعني سوري، يعني لو حصل ان الحكم حسب هدف وبعدين قالوا له شوف الفار، الحكم ده هيطلع على الفار عشان يبص، هتلاقي الفرقتين راكبين فوق دماغه والمدربين فوق راسه والمساعدين مجهزين بالملاكمه. ادي واحد. اتنين، الجماهير عندنا اخبارها ايه؟ هل متقبله حكايه الفار من عدمه؟ ثلاثة، ما عندناش التقنيات اللي نعمل روم كنترول والحكاية والرواية قصص. وبعدين الفار مش كل شوية هتروح فار، مش كل شوية إذا كان عندك فار يعني. وزي ما قلت وبكرر مرة تانية، مش كل الدول وكل الثقافات وكل الأخلاق مؤهلة لاستقبال الفار. ده احنا الفار هنا عندنا بعد أول خطأ هيبقى زار، الكل هيلف يطبل، كل هيلف يطبل، هيبقى زار، مش هيبقى فار ابدا ابدا. الحقيقه يعني مبسوط جدا ان مصر خلال الاسبوع تستطيع ان تتجاوز موقفها وتتحول من دوله غير متحضره وغير متطوره الى دوله يمكنها ان تستخدم الفار لتحقيق العداله. ولكن الفار، انا النهارده سمعت ان مفيش حكم خامس اذا ولا رابع، يبقى هل هذا معناه في تحكيم اولا اجنبي؟ وده كان طالب بيه النادي الاهلي. لا لا طالب بالفار ولا بالزار. خليني بس في تحكيم اجنبي النهارده، مفيش حكم خامس لانه ده في ماتش المقاولين وبيراميدز. في المقاولين وبيراميدز، واكتر من كده بقى لابد ان يكون في فار طالما انك ما جبتش الحكم الخامس. لكن مين اللي هيدير الفار؟ ما هو ما تاخدليش الحكم الخامس بنفس الذهنيه بتاعته وتقعدوا بدل ما وقفوا جنب الخط تقعدوا قدام التلفزيون، ما عملناش حاجه. فلابد ان احنا نعرف الجوري، الثلاث محل القضاه وعضو اليمين وعضو اليسار اللي هيحكموا الفار. ويا ريت تطلع على الشاشه اللقطه اللي يستند اليها الفار بالقرار. لو تم كده كونجراتوليشن. لكن وليه لا ما نتطورش؟ ليه مع الاحداث العالميه؟ طيب خطوه. لما الاهلي طلب الفار كان زار وكان مقلته وكان اللي انتوا شفتوه، لكن بمجرد التويته الفار او الزار بقى فار وبقى تكنولوجيا لتطوير اللعبه. ما علينا. اللي هيطبق الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام. طب ما نشوف ساعة لما الأهلي طلب في بيانه كل الأطراف تطلع بمسؤولياتها لتطوير منظومة التحكيم وطالب باستخدام تكنولوجيا الفيديو، رأي الكابتن عصام عبد الفتاح وقتها كان إيه؟ كأس العالم استخدموا الفار وكان هناك أخطاء في استخدام الفار، البعض بيتكلم عن الفار لكن ما يعرفش
ايه هي التكلفه، ايه هي الـ 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 الاشياء اللي يجب ان تتوفر عشان نستخدم الفار. هو غير الفلوس كمان الملاعب نفسها فيها امكانيات محتاجه ان نحطها. انا بقول لك هل هناك الملاعب مجهزه ان احنا نستخدم الفار؟ هل مجهزه؟ هل نقدر نعمل مثلا غرفه مركزيه في القاهره في اتحاد الكوره زي ما كان في كاس العالم، زي ما كان في حال عندنا هذه الامكانيات؟ الناس مش فاهمه، الناس مش فاهمه ايه هو الفار وازاي بيستخدم وايه التكلفه الماليه واعداد تقنيين واعداد فنيين واعداد حكام بشكل غير عالي. ورغم هذا شفنا انه كان هناك اخطاء وهناك فرق اتضررت من الفار. التكاليف الماليه والفنيه كبيره وكبيره جدا، وفي الحقيقه ما ساعدناش في ده. بدليل يعني كم دوله على مستوى العالم يعني بتستخدم مش الفار. كتير، بدليل ان الدوري الانجليزي نفسه ما بيعملهاش بالظبط. ده لسه الدوري الاسباني السنه دي فقط، الدوري الالماني الايطالي حوالي 3-4 دول في اوروبا كلها، افريقيا ما فيش ولا دوله. طيب ممكن يعني امتى في خلال قد ايه تتوقع من خلال الامكانيات المتاحه واحتمال وصول دعم من الفيفا مثلا يبقى امتى يبقى عندنا الفار؟ اعتقد يعني ممكن مع بدايه العام القادم ممكن يبقى عندنا ده. لان انت خلي بالك انت لازم قبلها بثمان شهور تبدا تتمرن عليه. طيب كابتن عصام عبد الفتاح استصعب الفار جدا وشاف ان ده مش هو الحل، وفي دول كتيره مش مطبقه ومحتاج امكانيات اقتصاديه كتيره جدا، وانه ممكن السنه الجايه نفكر فيه. هو سال سؤال مين اللي طب مين اللي هيتحمل تكلفه الفار؟ المفروض اتحاد الكره يكون اتفق مع الراعي لانه يتحمل هذه التكلفه. فجاه اتحاد الكره اعلن لقينا الفار وهنطبق الفار والدنيا تبقى وردي. كابتن عصام عبد الفتاح له مداخله مهمه جدا مع الكابتن احمد شوبير، هنقف مع بعض النقاط شديده الاهميه فيها، نشوف اولها. يعني بكره اول لقاء لبيراميدز مع المقاولون العرب بطاقم حكام تونسي. بالظبط يا كابتن. طب وليه يعني ليه هيديروا مباراه؟ ليه اخترتوا مباراه بيراميدز المقاولين؟ ليه مش بتروجيت والداخليه؟ ليه مش الاتحاد والانتاج؟ ليه مش طلائع الجيش والاسماعيلي؟ ليه مش سموحه والزمالك؟ ليه مش انبي والمصري؟ ليه مش النجوم ووادي دجله؟ هقول لك يا كابتن شوبير وبكل صراحه يعني. ايوه طبعا نادي بيراميدز والشيخ ترك كان طلب حكام اجانب وكان هدف بالانسحاب وكان وكان وكان. احنا مش عاوزين، وعلى فكره والدوله بتشجع الاستثمارات واحنا كمان بنشجع الاستثمارات كره القدم، واحنا كمان ايه علاقه الحكام بالاستثمار يا فندم؟ نادي بيراميدز بشكل كبير وعاوزينها تنجح. ما علاقه الحكام بالاستثمار برضه يا كابتن عصام؟ ايه علاقه الحكام بالاستثمار؟ انا كابتن شوبير انا خلي بالك انا بكلمك بكل صراحه. طبعا اتفضل بكلمك على المكشوف. اتفضل طبعا يعني فانا بكلمك بكل صراحه ما عنديش حاجه اخاف عليها. تمام. ولا بخاف من حد. تمام. فانا بكلمك بكل طبعا والدوله حريصه ان تنجح التجربه. تمام. عشان نكون يعني صراحه طبعا يعني. وده طبعًا. حاجه كويسه واحنا وين وحضرتك وكل الناس عاوزه ان الدوري يبقى دوري محترم ويبقى تسويقيا على مستوى عالي ويبقى عندنا اكتر من فريق ينافس على الدوري. كل ده ممتاز. حصلت مشاكل كبيره يا كابتن شوبير قبل بدايه الدوري. مشاكل كبيره وكل الناس حاولت تدخل التحكيم، كل الاطراف المتنازعه حاولت تدخل التحكيم. انا خلي بالك انا بكلمك بكل صراحه. نعم. من الاول للاخر. نعم. ودخل طبعا ضيف جديد على الدوري هو نادي بيراميدز والجميع رحب بيه وان طبعا استثمار كبير وشيء كويس هيضيف للدوري المصري وكلنا مرحبين بيه. وحصلت مشاكل ما بين انديه معينه مع نادي بيراميدز وما بين مسؤولين واتهامات والكل حاول يدخل التحكيم. خلي بالك التحكيم عليه ضغوط غير عاديه. صحيح. خلينا بكل منطقيه. نعم. أنا بقى بحيي الكابتن عصام عبد الفتاح إنه اتكلم بصراحة. وكلامه للكابتن شوبير لو عدنا الفيديو تاني هتلاقوه بيقول له خد بالك حاجة، أنا بكلمك بكل صراحة. عشان كده إحنا لازم نتكلم بكل صراحة. لما رئيس لجنة الحكام يقول دي تجربة لازم ننجحها يبقى لازم نتكلم بصراحة. لما يقول إحنا بنشجع الاستثمارات وإحنا كاتحاد طبعًا مش من حقه يقول لك الدولة بتشجع هذه التجربة، هو بيتكلم المفروض يتكلم باسم اتحاد الكورة.
نادي الجونة نادي استثماري وكل الأندية الخاصة في المسابقة أندية استثمارية، والنادي الأهلي ونادي الزمالك ونادي الإسماعيلي كيانات شعبية كبيرة جدا لها كل الحقوق في تنافس كامل ونظيف. لكن هو الراجل بيتكلم بكل صراحة بيقول لك احنا كاتحاد عايزين ننجح هذه التجربة، عايزين نشجع هنا بقى قلت لك ليتهم يصمتون أولئك الذين يرفضون التقاط وتلقف واللجوء إلى طوق النجاة اللي هو الصمت. كابتن عصام عبد الفتاح، هذه ليست تجربة يقيمها رئيس لجنة الحكام، هذه تجربة يقيمها المجتمع الرياضي المصري. كل النقاد يقدر يقول عايزينها تنجح، وأنا وإنت وغيرنا عايزينها تنجح. بيراميد بيقدم مستوى طيب لحد دلوقتي، بيقدم نجوم ما كناش شايفينها، أكينو اللي كل ماتش والتاني بيثبت إنه خامة مختلفة. خلاص كل ده جميل وعايزينها تنجح، بس تنجح يعني ايه؟ يعني انها من خلال النموذج الذي تقدمه وليس من خلال راي رئيس لجنه الحكام، لان قبل كده رئيس لجنه الحكام الذي انصحه بالصمت ليتهم يصمتون، هو والاستاذ ثروت سويلم قبل ماتشات الكاس لما جه رئيس النادي سموحه اللي هو رئيس لجنه الشباب والرياضه بقى يستنجدوا في الاخر حسبن الراجل اهو ده اللي حسبن يا كابتن مدحت، اللي قال حسبي الله ونعم الوكيل، انتوا ليه مش عايزين تجيبوا لنا حكام اجانب؟ وليه لما الاهلي طلب حكام اجانب في ماتش مع الزمالك كما تنبغي ده قرار وزير انت لغيته يا كابتن عصام من نفسك من خلال نفسك كده ماشيين عليه بقى لنا 30 سنه ولا 20 سنه، فانت ونيجي بعد كده تقول على جثتي نيجي حكام اجانب؟ يوميها قال كده ما فيش حكام اجانب هتخش مصر. طيب لما تيجي استاذ عصام انتقدت بيان النادي الاهلي وقلت هذا بيان متجاوز و و و و بعدين تحقق طلباته واحده ورا الثانيه، ادي حكام اجانب وفي فار، هو قال ايه النادي الاهلي؟ قال حقق وحاسب، انت حققت وحاسبت ما اعلنتش، ده موضوع ثاني. الثانيه بلاش هذه النوعيه من الحكام تتصدى، وده طلب عادل جدا، اللي انت هتكتشف انها مش قد المستوى. طب النهارده لو انت سكت كان جرى ايه؟ كان جرى كل المسائل دي هتبان منطقيه، الاهلي طلب الفار، بيراميدز طلب الفار، اتحاد الكره استجاب، هذه منطق، لكن تشجب وتندد وبعدين فجاه ترحب وتقول عايزين ننجح التجربه، مش دورك انت معنى كده بتعلن انحيازك لشيء ضد شيء بشكل واضح عشان تنجح التجربه. ومين قال بقى كل مره عمال يلمح ان في خلاف؟ خلاص الخلاف ده انتهى، مفيش خلاف دلوقتي. وطلعت بيانات مسؤوله من النادي الاهلي ومسؤوله من بيراميدز وتركي آل شيخ، والاثنين قالوا انهينا خلافاتنا. بلاش سكب الملح على الجرح كل شويه، خلاص بلاش اللعب على وتر الخلافات، مفيش خلافات انتهى، في نادي بينافسنا واحنا بننافسه منافسه شريفه وشايفين انه 18 نادي في المسابقه وبنجيب سيرته وبناخد من ما يحدث على القناه بتاعته باهتمام موضوعي من خلال رصد كلام يؤخذ ويرد عليه، مش مخدوم النادي الاهلي يمس النادي الاهلي يمس النادي الاهلي فقط. اذا نتعامل بموضوعيه ولكن احترامنا لكل الانديه ومنهم طبعا هذه التجربه الجميله الوليده تجربه بيراميدز، بس اللي مش مفروض ان يطلع يعلن كابتن عصام ان هو متحيز لها وعايزها تنجح. وبيقول لك انا بقول بكل صراحه، ما هو قال بكل صراحه، والاستاذ ثروت سويلم قال لك الزمالك من حقه نفسه ياخد بطوله، من حقه ياخد بطوله، عشان كده مش هنجيب حكام اجانب. كلام يا جماعه خطير يقلب الدنيا الا في مصر، كلام خطير يقلب الدنيا الا في مصر. لماذا تتحدثون؟ ولكن والله بركة انهم اتكلموا، عشان بقى اللي بينظروا على الاهلي ونادي الدولة ونادي التحكيم والبطولات الحلال والحرام يسمعوا، ده هم يسمعوا ويعيشوا الاحداث دي، ولو عندهم الجرأة يناقشوها، عاملين انهم من حتة تانية، لكن الموضوع ما يخصهمش، هم مش نادي. ولا هتقول لي التوأمة؟ يعني كويس، يا ريت كلنا نبقى توائم، ويبقى اذا كانت التوأمة هدفها نشر الروح الرياضية رائع. الاهلي يريد توأمة مع الجميع. طيب عايزين تبادل مصالح
الله. طب ما الاهلي يسعى بقى لل 14 نادي الثاني يقول لهم احنا وانتوا توائم. هل ده كلام ما ينفعش الكلام ده يا اخوانا؟ ده دي مسابقه يجب ان تتسم بالعداله والموضوعيه والشفافيه. عشان كده كنت من زمان قبل ما يحدث اي مشاكل بقول لك على الاتحاد ان يثبت انه مسؤول، مسؤول للجميع ولصالح الجميع. وانت كنت تسالني يعني اهو يعني عشان الحاجات دي يا استاذ عصام يا كابتن عصام ايها الجندي المغوار الذي لا يخشى شيء، ده واضح انك ما بتخافش خالص لدرجه انك انت ايه بتلعب على المكشوف ومش فارقه معاك وتنجح التجربه. طيب كابتن عصام قال مش هنجيب اجانب هنجيب عرب. نشوف بقى كابتن عصام مع كابتن شوبير. بس انا عايز اسالك سؤال، نادي قال لك لا انا مش عايز حكام من شمال افريقيا، انت فتحت الباب انا عايز حكام اوروبيين يا فندم. لا بقى مش كل واحد بقى ما يجوا بقى يحكموا بقى، يجي يحكموا بقى اتحاد الكوره. هو يوم اولى. لا ما هو كده، ما هم كده هو يوم اولى يعني كده، هو يوم اولى يا كابتن عصام. بس بالراحه، ما خلينا لما تجيب لي فيكتور كاساي ولا تجيب لي الراجل اللي حكم نهائي كاس العالم اهلا وسهلا مليون مرحبا. ده اسمه حكام، حكم اجنبي، حكم تقيل جدا، حكم جاي الحكام المصريين هيستفيدوا منه وتعلموا منه بصرف النظر عن الاخطاء، حكام المصريين هم اللي وصلونا لده الحقيقه. لكن انا لا، انا عايز انا يعني. طب الاهلي بيلعب بيراميدز قال لك لا انا مش عايز طاقم حكام من شمال افريقيا، هتعمل ايه؟ في النهايه ده قرار اتحاد كوره. انا بكلمك كابتن على انا زي ما حضرتك بتتكلم بصراحه، انا بتكلم بصراحه، بتكلم على التفل. ما زي ما حضرتك بتتكلم بصراحه، انا بتكلم بصراحه. في مباريات لها حساسيه من ضمنها هيبقى الماتش ده، هيقول لك لا انا ضد مع كل احترامي وتقديري حضرتك تجيب لي الحكم اللي حكم نهائي كاس عالم ولا الحكم اللي حكم قبل نهائي كاس عالم او حد من الحكام المصنفين، حط لي كده خمس حكام معروفين في اوروبا. ما هو دي العقليه اللي وصلتنا للي احنا فيه، عقليات للاسف. انا من الحقيقه يعني مش عايز اتكلم بكل صراحه قوي يعني لان الناس تزعل مني. مين اللي بيشكك في التحكيم؟ عدد قليل من الانديه، عدد قليل جدا من الانديه اللي بيشككوا في التحكيم لان هم عندهم صراعات ما بينهم. خلينا نكون اكثر واقعيه. في صراعات، في مشاكل، والناس وصلوها لمستوى يعني الحقيقه صعب في التعاون. يعني بكره اول لقاء لبيراميدز مع المقاولون العرب بطاقم حكام تونسي. بالظبط يا كابتن. طب وليه يعني ليه هيديروا مباراه، ليه اخترتوا مباراه بيراميدز المقاولين؟ ليه مش بتروجيت والداخليه؟ ليه مش اتحاد الانتاج؟ ليه مش طلائع الجيش والاسماعيلي؟ ليه مش سموحه والزمالك؟ ليه مش انبي والمصري؟ ليه مش النجوم ووادي دجله؟ هقول لك يا كابتن شوبير وبكل صراحه يعني. ايوه طبعا نادي بيراميدز والشيخ ترك كان طلب حكام اجانب وكان هدد بالانسحاب وكان وكان وكان. احنا مش عاوزين، وعلى فكره والدوله بتشجع الاستثمارات واحنا كمان بنشجع الاستثمارات في كره القدم واحنا كمان. نفس التكرار، الدوله بتشجع الاستثمار والدوله عايزه تنجح التجربه، فبالتالي الاتحاد بينجح التجربه. انا ما اعرفش يعني نفس الطلبين اتطلبوا من نادي الاهلي واتطلبوا من نادي بيراميدز. كان في الاهلي ريكسون من عمل الشيطان ويجب محاسبه الاهلي على ما يقول، على انه جرأ وطلب الفار وهيبقى زار، وهو الصح دلوقتي ان يتعمل الصح. ايوه لكن فكره انك تطلع وتنحاز لتفسيرك الشخصي ان الدوله بتشجع، يعني ايه الدوله بتشجع التجربه؟ حد عنده تفسير للكلام ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله وانت مش واخد بالك يا كابتن عصام؟ لا هو واخد، ده هو شد. لا 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 لا, بصراحة. لا 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 هو لا يمكن ياخد باله لان الدوله عمرها ما. طب هو كاتحاد، خلينا في هو يتكلم باسم الاتحاد. انا اقصد هو عايز يستخبى ورا الدوله في هذا القرار. تمام، وده تلميح مش مظبوط منه حتى لو هذا حقيقي. ازاي يا كابتن عصام تقول الكلام ده؟ يا كابتن عصام اين مسؤوليتك للمجتمع، لبلدك، لعدالتك يا اخي؟ عشان لما تروح في يوم من الايام الناس ما تفتكرلكش الفيديوهات دي وتفضل تكلمك بيها. يا كابتن عصام قدم استقالتك يا كابتن عصام. ما ينفعش. والله مش عايز اقول اكتر من كده. لو هذا اتحاد جاد لا يقيله. الكلام ماليش دعوه بالقرارات. القرارات خلاص. احنا دي كانت طلبات النادي الاهلي. لكن تبريراته هو ورط الجميع فيها.
وكل ما يتكلم عايز يلمح ان في خلاف. لا يا اخويا ما فيش خلاف. الخلاف انت دلوقتي في ذهنك انت عشان تطلع الخلاف بيننا وبينك انت دلوقتي يا كابتن عصام، يا تستقيل يا تقال. الكلام اللي بيقوله هذا بلاغ مني على الهواء لرئيس اتحاد الكوره. الراجل بيزج بحاجات خطيره جدا على الهواء. مش معقول الكلام اللي بيقوله ده، كلام مش مظبوط، كلام لا حد طلبه ولا الدوله هتخش في حاجه زي كده، ولا هي معنيه غير بتحقيق. يعني يوم ما تتدخل هتقول يا جماعه شوفوا الطلبات العادله ونفذوها، لا هتوجه ولا هتوجه ولا هتوجه. وزي ما يهمها تنجح تجربه استثماريه زي دي، ما انت عندك خمس ست كابتن عصام، اذا كنت عندك الشجاعه كابتن عصام زي ما بتقول قدم استقالتك. كابتن شوبير سال الكابتن عصام امتى تم الاتفاق مع التوانسه اللي جم فجاه دول، وليه توانسه وليه عرب وليه مش اجانب؟ مش فاهم ده ازاي. نشوف برضو الكابتن عصام حتى لما تسأل هو انت ممكن ما يسكت يا اخي، نشوفه رد على الكابتن شوبير بايه. ما انت اللي فتحت. وبعدين عايز اسال سؤال، هو انت امتى كنت عملت اتصالات مع الجانب التونسي وتاخد القرارات النهارده الظهر وبكره الحكم هيجي يحكم؟ لا هي الاتصالات من زمان، عشان اكون صادق معاك يا كابتن شوبير بامان، مع الجانب المغربي. كابتن عصام انت لحد اول امبارح كنت رافض الحكام الاجانب يا كابتن عصام. انت لحد أيوة اول امبارح اللي هو اول امبارح من 48 ساعه كنت رافض الحكام. انا معاك كابتن. يا كابتن اي حد غير مصري يعتبر اجنبي، مش بيدخل بتاشيره يبقى اجنبي، مع كل احترامنا لاخواتنا العرب والافارقه. بس في فرق يا كابتن شوبير للحكم الاجنبي، الحكم الاجنبي يحكم يا كابتن. انت يعني الحكم التونسي مش موجود في مصر دلوقتي اللي هيحكم بكره؟ يا كابتن الحكم التونسي اللي هيحكم، انا هروح موجود في مصر ولا مش موجود يا كابتن؟ ولا انت جبته في ايدك وانت جاي من تونس؟ لا مش قصدي يا كابتن شوبير، انا قصدي في فرق ان حكم اجنبي هيجي يحكم مباراه ويمشي وياخد دولارات ويمشي، وفي فرق ان انا عامل تبادل مع دوله عربيه شقيقه عندها برضه حكام كويسين ومميزين اللي هيجوا يحكموا، وان في نفس الوقت هيروح حكم الاسبوع القادم من مصر يحكم نفس المباراه في تونس. كابتن عصام انا ليس لي اي اعتراض على الحكام الاجانب المصنفين من الدرجه الاولى، كبار اللي نقدر نتعلم منهم اهلا وسهلا بيهم، لكن اعتقد احنا كده داخلين في دوامه مش لطيفه ومش حلوه، ويعني مش معقوله النهارده اخد القرار الظهر والحكم يكون موجود الظهر ويحكم بكره الصبح، اعتقد الامر صعب. وهتستمر الرئيسه للجنه حتى نهايه هذه الدوره؟ والله صعب، يعني انا ان شاء الله نخلص الموسم ده او الفتره دي يا كابتن شوبير. لكن بس مكمل الموسم ده على الاقل يعني. يعني مش هنط من المركز يا كابتن شوبير، لان ممكن البعض يفتكر انه انتصر على طمع فتاح او على اتحاد الكوره، البعض مش في حرب وحط تحتها 100 خط. يعني حتى الكابتن احمد شوبير استفز كتير، استفز بالمنطق. هو انت عايز تنجح تجربه تفضل تكرر عايزين ننجح التجربه، وبعدين انت اللي كنت حامل لواء مفيش اجنبي هينزل مصر، فجاه ما هم العرب دول مش اجانب. مين قال كده؟ مين قال كده؟ مين قال ان اي واحد مش مصري هو اجنبي؟ هو ايه تعريف الاجنبي؟ الاجنبي في وجهه نظركم ابيض وبيتكلم خواجاتي وخلاص؟ ده اي حد من بره بلدك هو اجنبي، عايز تطلق عليه ان هو عربي افريقي اسيوي شقيق وكل حاجه بس اجنبي. لكن هو في النهايه ما هوش هو بس محلي، ما هوش محاكم مصري. لا هو تعلل دوله بيننا وبين اتفاقات. اين كانت هذه الاتفاقات؟ والمهندس فرج عامر بيصرخ ويستنجد لدرجه انك حاسب عليك وانت بتقول له لا، ولا ما كانش لسه الاتفاقيه اتعملت؟ ما جبتلوش ليه تحكيم؟ هو قال اتصالات من زمان، حتى كابتن شوير وهو بيقول للكابتن عصام عبد الفتاح فجاه جبت التوانسه في يوم واحد حصل، قال له لا الاتصالات كانت من زمان قوي. طب ومن زمان قوي والناس كانت بتصرخ وتطلب حكام، وانت يا كابتن عصام بعظمه لسانك قلت للكابتن خالد الغندور بالنسبه للاجانب في مصر مفكرك دي. تمام بيوجهوا رساله لا مش عايزين حكام مصريين، يعني كده ما تقدرش انت تكرر التجربه دي نجاحها رغم نجاحها. انا بقول لك اهو غصب ما عنديش اي حد، وانا اعرف ان الكابتن هاني بقول وانا بتكلم بصفه اتحاد لان هاني الكابتن هاني صمم غصب ما عنديش اي حد، مع احترامي للجميع مفيش حكم اجنبي في مصر تاني.
في ماتش مفيش حكم ايه؟ مفيش حكم اجنبي في مصر تاني. انت بتتكلم جد؟ انا بتكلم جد. قولا واحدا؟ قولا واحدا. قولا واحدا. انت بتتكلم بجد؟ ده كان ساعة ماتش الاهلي والزمالك وادارة الحنفي ليه. قولا واحدا واللي استند مفيش حكم اجنبي هيجي مصر تاني. واللي استند فيها على انه ما حققش العدالة ويجيب حكم ها خلال مشوار كأس مصر الذي تم اخراج الاهلي من البطولة ها علشان الاستاذ ثروت ويلم يقول لك ما احنا لازم من حقه ياخد بطوله قبل ماتش السموحه. ايوه كان كلامه مع كابتن خالد الغندور قولا واحدا مفيش حكم اجنبي هينزل مصر. لكن رجع الكابتن احمد شوبير علق على اختيار الطاقم التونسي في بدايه الاستعانه بالعرب. نشوف الكابتن شوبير. الاجتماع كان النهارده والقرار كان النهارده والحكام وصلوا النهارده وهيحكموا بكره. حاجه بصراحه انا مبسوط جدا هذا الانجاز وعصر السرعه اللي موجود. هات لي يا عم هات لي حكام مربين على اعلى مستوى. على فكره انا مش رافض ده بالشكل ده مش حلو يعني. مش حلو صدقوني مش حلو مش حلو خالص. يا اتحاد يا كورة عندك 18 نادي في المسابقة. يا كابتن عصام عبد الفتاح مطلوب ان انت تشجع كل التجارب اللي في المسابقة. انت مش هيئة الاستثمار انت رئيس لجنة الحكام. الجونة نادي استثماري. مصر المقاصة نادي برضو استثماري. نجوم المستقبل نادي استثماري. بقيه الانديه اللي في المسابقه انديه تحترم منها ما هو انديه خاصه بالقوات المسلحه ومنها ما خاص بهيئات البترول ومنها الانديه الشعبيه على فكرة. صاحبه الثقل الحقيقي في المجتمع الرياضي اذا كان الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد والمصري. هو ده دورك كاتحاد. هو ده دورك كاتحاد. انت ما انتش هيئه الاستثمار. اللي بيتقال ده كلام خطير جدا جدا. فضوها سيره والغوها كفايه لغايه الاسبوع السادس. لانه الكلام رئيس لجنه الحكام يكون معني بكل هذا الامر يا باشمهندس والحديث الدائم. خلينا نتكلم بصراحه اصل في مشكله بين اطراف. مشكله ايه اللي بين اطراف؟ يا سيدي الفاضل المطلوب العداله بين الجميع. ادي كل نادي حقه. ما تظلمليش وادي دجله وهو نادي خاص برضه علشان تجامل نادي تاني. ما ترضخش للنادي الاهلي عشان طلب حاجه غير قانونيه وتديها له عشان ده سطوه النادي الاهلي. لا مطلوب منك لا تعمل دي ولا دي ولا دي. مطلوب منك اقرار العداله لانه زي ما قال لك الكابتن شوبير كده مش حلو ابدا. كده فعلا مش حلو. نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف هو الاهلي وان طال الزمن. اهلا بيكم. سيبنا كابتن شوير واللي مش حلو خالص وعندنا مباراه مهمه جدا يوم السبت بعد تعادل ثمين. يفترض انه ثمين كان للاهلي في كوناكري مع هوريا. احذروا هذه اسوأ نتيجه ايجابيه. المعروف انه لما تحقق نتيجه سلبيه في مباراه الذهاب بالذات بره الارض فدي نتيجه ايجابيه بس هي تصنف أقل النتائج الإيجابية إفادة لأنه التعادل 1-1 أحسن منها. أي تعادل 2-2 أعلى منها بكتير. أي عدد زيادة من الأهداف أنت سجلتها سهلت فرصتك في العودة. لكن نتيجة التعادل 0-0 هي أسوأ النتائج إيجابية. هي بتحيد لك الموقف أكيد البطولة على ماتش كأنه المسألة بينك وبين المنافس هو ماتش واحد بس على أرضك وتزيد صعوبته انه على ارضك فالجون فيك بجونين لانه النتيجه هناك سلبيه. من هنا هي اسوأ نتيجه ايجابيه. لكن الحذر مطلوب جدا في التعامل مع هذه المباراه وبالذات من الجمهور. المباراه ان شاء الله بجمهور
وفي استاد السلام، فتكون فرصة بإذن الله أن العدد اللي هيطبع من التذاكر يملأ به المدرجات المتاحة إن شاء الله. بعد هذا التعادل في كوناكري، الأهرام قالت الأهلي يؤجل التأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بتعادل سلبي مع حورية الغيني. محسن أضاع فرصة العمر على صلاح محسن، والمدرب الفرنسي يتقدم خطوة جيدة أو جديدة نحو اللقب القاري. أخبار اليوم كان عنوانها الأهلي يتعادل سلبيا مع حوريا ويؤجل التأهل الإفريقي لموقعة السبت القادم. أزار وصلاح محسن ومحارب أضاعوا كبشة أهداف في كوناكري. الأخبار المسائي قالت الأهلي تمام والحسم في السلام، تعادل مع حوريا بدون أهداف في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال. الأهرام المسائي كانت قالت الأهلي يقترب، تعادل سلبيا مع حوريا وقطع نصف الطريق إلى مربع دوري الأبطال. المسا قالت في ذهاب دور الثمانية بالبطولة الأفريقية الأهلي نجا من مطبات الحرية، لاعبوه أهدروا كل الفرص والشناوي أنقذ الموقف ومباراة العودة فاصلة. فوت 224، حوريا لم يتمكن من أن يفعل أفضل من التعادل مع الأهلي في كوناكري. غينيا نيوز، حوريا يقبل بالتعادل مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. أفريكا سبورت، حوريا فشل أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. أميناتا، ودي كلها مواقع غينية، حوريا يتعادل على ملعبه أمام الأهلي المصري في بطولة دوري أبطال أفريقيا. حوريا يتعادل مع الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. فرصة حوريا ما زالت محفوظة في منافسات البطولة الأفريقية. صحيفة أو موقع نادي حوريا نفسه، حوريا يستحوذ على اللقاء دون تسجيل أهداف. ده التغطيات الصحفية عبر الصحف والمواقع. نشوف في الفيديوهات الكابتن وائل جمعة صخر الدفاع الأهلي وأحد نجوم هذه البطولة في تاريخها، كيف رأى فرصة الأهلي أو أداء الأهلي في هذه المباراة. نشوف الشوط الثاني. النادي الأهلي هجوميا لم يكن بنفس مستوى الربع ساعة الأخيرة في الشوط الأول، ولكن استطاع أن يحافظ على التعادل ويخرج بهذه النتيجة. لكن هل كان ممكن أن يحقق الأهلي نتيجة أفضل من هذا؟ طبعا كان ممكن أفضل بكتير جدا من نتيجة التعادل السلبي دي، اللي أنا بعتبرها أفضل، يعني أسوأ نتيجة إيجابية. أسوأ نتيجة إيجابية للنادي الأهلي هو التعادل 0-0، لأن في حالة مباراة العودة لو الفريق الغيني سجل هدف بهدفين صح، فأعتقد أن النتيجة دي ممكن تبقى خطر على النادي الأهلي لو الفريق الغيني سجل. إنما الشوط الثاني كان الأهلي يقدر يسجل على الأقل هدفين أو ثلاثة، في كورتين، واحدة الاثنين لصلاح محسن لو تعامل معهم بشكل أفضل من كده كان ممكن، واحدة الوليد أزارو حطها كويس. الشوط الثاني أزارو أحسن من الشوط الأول بكتير، تعامل مع الكرات اللي جات له بشكل جيد، عمل كرة لصلاح محسن، دي تسديدة اللي سددها وكان كانت ممكن تكون فرصة هدف، يعني جزء بسيط جدا جنب القائم. انما تحس ان كان في خطورة الشوط الثاني من وليد ازارو. صلاح محسن نزل نشط الهجوم ولاعب متحرك ولاعب عمل الاضافة، انما يعيبه الانهاء الخاطئ للهجمات والتعامل السيء مع الكرات اللي بتجيله، فاعتقد ان ده هيجي مع الخبرة ومع الوقت. انما الشوط الثاني اللاعبين تعاملوا مع المباراه بخبره وتعاملوا بان احنا نخرج بالمباراه بالشكل ده واقعية، ومحاوله خطف هدف واقعية. فاعتقد ان هي زي ما بقول نتيجه مش سيئه، انما الفرص اللي ضيعناها دي ممكن نندم عليها في مباراه العوده. الفريق ده مش هيبقى سهل في ملعبنا احمد، فريق شفنا يعني، ومن النادر ان انت تشوف فريق افريقي بيلعب الكوره الحلوه دي على ارض، بيلعب كوره من غير استعجال ومن غير ضغط ومن غير الكرات الطويله، فاعتقد ان الفريق ده هيبقى خطر على النادي الاهلي في مباراه العوده. تمام. جالكوا الكلام، ممكن نندم على الفرص دي. الفريق ده مش هيبقى سهل هنا، الفريق ده لازم نتعامل معاه بحذر. ارجوكوا سيبوكوا من كل حقن التخدير اللي هتتقال اليومين الجايين، اللي هتتريق على الفريق ده واللي هتعلي قوي انه الاهلي خلاص خلص من هناك. كل الكلام ده حقن تخدير، كلام الكورة اللي قال وائل جمعة. الفريق ده هنا هيبقى أصعب من هناك، الفرص اللي هيلعب فيها معلهوش ضغوط. أول معلهوش ضغوط،
ارض هنا احسن من ارض هناك. بالظبط. مناخ هنا احسن من مناخ هناك. هنا لو كل دماغه هتقول انا ههاجم عشان اجيب جون ولو ما جابش جون خلاص هو شايف ان فرصته في انه يجيب هدف. أي. لن يتأهل الا اذا احرز هدف او ضربات الجزاء، فهو مش هيلعب على ضربات الجزاء 90 دقيقة. طيب نشوف الكابتن هيثم فاروق شاف كارتيرون كيف أدار هذه المباراة. إذن يعني تألق نقول لباتريس كارتيرون كابتن هيثم حتى الآن في 10 مباريات لم يخسر، يعني الرجل حتى الآن سجله خالي من الخسائر، 10 مباريات حتى الآن محليا وإفريقيا لم يخسر، وهذه أول مباراة حتى يتعادل فيها إفريقيا. نقول تفوق من المدرب باتريس كارتيرون بقراءته للمباراة. المردود البدني لما هبط بدأ يأمن أكثر ويؤمن منطقة الوسط ويؤمن دفاعاته بشكل جيد حتى لا يمنى بما هدف. خلينا نقول أن التغييرات كانت متوقعة، وقعنا ألم وائل أن أيمن أشرف ينزل وأيضا صلاح محسن، ولكن تغيير محمد نجيب سعد سمير كان تغيير اضطراري، إصابة طبعا، ولكن الراجل مشي بالمباراة في الاتجاه اللي هو عايزه. ثالث مباراة خارج أرضه في البطولة في الكاف تشامبيونز ليج بيخرج بيها بكلين شيت، مباراة تاون شيب، مباراة تراجي، والنهارده وده حاجة كويسة، ولكن أهم حاجة هو صعود من هذا الدور، وده أتوقعه إلى حد كبير جدا. صلاح محسن الحقيقة أنا زعلان منه لأنه لعيب إمكانياته هايلة، والإنفرادين اللي بيقولوا النهارده يمكن الثاني كان متطوح شوية على القدم اليسرى، إنما الأولاني مواجه للمرمى على القدم اليمنى. ولكن زي ما صبرنا على وليد أزارو ممكن نصبر برضه طبعا محتاج على خبرة صلاح محسن، وخصوصا ان هو مهاجم في المنتخب ومحتاج يكتسب الخبره. ولكن النهارده شفنا في الشوط الثاني ازاي النادي الاهلي قدر يسير المباراه في الاتجاه اللي هو عايزه زي ما كلمتك. ودي الاول هتكلم على دور حسام عاشور. حسام عاشور في اللقطه دي تحديدا راجع يغطي ورا احمد فتحي، شايف حسام عاشور سلم الراجل لاحمد فتحي ورجع علشان يملى مكانه قدام الاثنين سنتر باكس. في اللقطه دي طلع يضغط محمد نجيب، هو رجع ياخد دوره جنب سليف كوليبالي. حسام عاشور دوره ممكن ما يبانش الناس كتير في ارضيه الملعب، وناس تشوف ان مستواه عادي، ولكن هو جوكر الحقيقه وعنده خبره كبيره وتكتيك، لعيب تكتيكي بيقدر ازاي يفسد هجمات المنافسين. بص هنا رايح ناحيه الشمال علشان يغطي ورا ايمن اشرف وورا علي معلول. الحقيقه حسام عاشور عمل جيم كبير جدا، يمكن اكتر واحد جري في لعيبه الاهلي في ماتش اليوم، خصوصا في الشوط الثاني كمان، خصوصا في الشوط الثاني، ولكن ما يبانلكش، وده الجندي المجهول اللي احنا بنقول عليه. كلام هيثم الحقيقه بالذات عن صلاح محسن، قال لك ما عندناش مشكله، احنا صبرنا على وليد ازارو كتير وهو بيضيع، نصبر على صلاح محسن خاصه انه صغير، لكن فعلا كفرويد موهوب محتاج شيء من التركيز في انهاء الهجمه، لانه اللي ضاع من فرص حاجات يعني فعلا مهمه جدا جدا، وفرص اسهل من ان يضيعها لاعب بموهبه صلاح محسن. دور المدرب انه يحط لك التكتيك اللي ويستخدم فيه مهارات لعيبته اللي توصلك ان يبقى عندك تخلق فرص. موقف هجومي توصل بيه ان يبقى عندك فرص. تمام. هل هذا حدث؟ نعم. يبقى كارتيرون 10 على 10 عشان الناس بس ايه اللي عايزه ترغي، وفيهم ناس من جوانا تقعد تنتقد مدرب دوره يوصلك للمرمى، لكن مش هيقدر يعمل حاجه في لعيب متوقع انه يجيب جون وما يجيبش، لانه هداف. ازارو هداف، صلاح محسن هداف، اللعيبه بتضيع فرص مش متوقع انها تضيع منها. قد يكون لسوء الملعب دور، قد يكون للتسرع، يعني اسباب كثيره، لكن الاشاده بكارتيرون بداها هيثم انه قال اخذ المباراه الى حيث اراد، وده تعبير دقيق ومهم جدا. هوريا منافس مهم، كارتيرون قال عمر ما قللت منه حتى لما اتعملت القرعه. سيبكم من ان يطلع كل واحد ابو جهل ويقول لك اصل اتغيرت القرعه واصل اتعملت ما اعرفش ايه والاهلي حط له كره مش عارف ايه. اللجج يا ابراهيم، كل ده هدفها محاوله التشكيك في قيمه الاهلي وقوته. عايزين تعرفوا قيمه الاهلي وقوته وشعبيته ونجومه وابنائه، شوفوا افريقيا بتتكلم على الاهلي ازاي، شوفوا هذا المشجع الغيني اللي جاي مخصوص علشان يندى على وليد سليمان عشان نفسه ياخد تيشيرت وليد سليمان. شوفوا شعبية الأهلي ولاعيبة الأهلي في أفريقيا عاملة إزاي.
شفت كده؟ وليد سليمان بص 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 والله لقطة عبقرية بتفهم الناس ما يفعله الأهلي والصورة التي يصدرها عن مصر وعن نجوم مصر. الأهلي يفعل بالتصرفات ما لا تفعله عشرات الدروس ولا عشرات نعم. المحاضرات ولا هذا هو الأهلي، هذه هي مكانته. وأرجع أقول لجمهور الأهلي من ناش غيرك بعضكم كتر خيرك، كتر خيرك للأغلبية وواحدة واحدة للناس اللي ليها حسابات ما نش فاهمها مش وقته. بكرة بعثة هوريا كوناكري تصل القاهرة، يتحركت النهاردة بالليل تصل بكرة إن شاء الله حسب تأكيدات المهندس سمير عدلي. الأهلي بيضع لها كل الترتيبات طبعا للاستقبال اللائق بالضيوف الغنيين. التركيز في النادي الأهلي يسير في أنك أنت بتجهز أفضل اللاعبين. دور الأهلي في هذه المباراة، دور جمهور الأهلي في هذه المباراة مسألة في غاية الأهمية. الأهلي على مقربة خطوات قليلة من بلوغ الدور قبل النهائي اقترابا من قلب الأميرة إن شاء الله، لكن ده لن يتحقق إلا بمزيد من التركيز، مزيد من احترام المنافس، مزيد من الجدية في التعامل مع المباراة، مزيد من الإقبال الجماهيري بحماس لدفع الأهلي بإذن الله بقوة نحو نصف النهائي. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الخميس القادم بإذن الله. تصبحوا على خير.